مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من 90 دقيقه. والاول قبل اي حاجه، معرفش حضراتكم حسيتوا بزلزال من شويه ولا لا؟ يعني في ناس بتقول حس بيه وفي ناس ما حسيتش بيه، بس خلينا اقول لكم انه في زلزال قوي برضو ضرب تركيا من شويه وقوته 6.3، وكمان حس بيه كل الناس في لبنان وسوريا وفي منطقه الشام، واحنا كمان القاهره سكان القاهره شعروا بيه. فده برضو اخر يعني التطورات، فمش عارف حضرتك بقى حسيت ولا لا، بس في ناس كتير قالت لي. انا طبعا ما بحسش بالزلازل دي، انا عندي زلزال اصلا في دماغي لوحدي، فمش بحس بالحاجات دي. ولكن الحقيقه برضو ده شيء يدعونا جميعا للاسف والتاسي. وهيبقى عندنا كمان النهارده خبر متعلق بحجم الماساه اللي بتشهدها سوريا، وميراث بقى يعني اكتر من عقد من الحروب الاهليه والصراعات السياسيه وكمان كوارث طبيعيه والتدخلات الاجنبيه. يعني شعب يعني عاش الامرين وما زال يذوق الامرين، ويبدو ان الرعب يعني يأبى ان يتركهم، سواء في سوريا او حتى الشعب التركي الحقيقه اللي يعني تتوالى عليه ردات الزلزاليه منذ 13 يوم او 14 يوم بنتكلم اهو، داخلين 14 يوم تقريبا، يعني صح 14 يوم، وما زالت الهزات الارضيه شديده وكبيره وبتضرب كمان اجزاء من المنطقه العربيه. وامبارح انا وهبه شرحنا لكم القصه دي، انه يبدو انه الزلزال اللي حدث في تركيا هيبقى ليه تاثيرات كبيره على الصفائح الزلزاليه، سواء بتاعت القاره الافريقيه او شبه الجزيره العربيه او حتى صفيحه او الاناضول. فده برضو ايه يعني اول حاجه نقولها لكم كده، لانه الزلزال ده كان من ساعه تقريبا، فكنا بنشوف مع حضراتكم مين الحس ومين ما حسش بهذا الموضوع. خلينا كمان نقول لكم النهارده كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وصحه وسلامه. دار الافتاء بتعلن غدا اول ايام شهر شعبان لعام 1444 هجريا. كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسلامه. وبدا العد التنازلي رسميا لشهر رمضان المعظم، اللهم بلغنا رمضان هذا العام بكل الخير واليمن والبركات، وان شاء الله تكون فتره جميله زي ما تعودنا كل سنه لالتقاط الانفاس والنظر في الروح واعاده الانطلاق مره اخرى بشكل احسن وبشكل اكثر انسجاما مع انفسنا. يعني ده برضو فيما يتعلق بدار الافتاء، وكل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده بقى عندنا ايه في الحلقه؟ كمان عندنا مجموعة مختلفة من الأخبار المهمة، منها متعلق بالسياسة ومنها أيضا متعلق بالتكنولوجيا، وهنتوقف عند تطور كمان بيوصف بأنه مهم وربما يكون خطير واستفزازي، ولكن لازم نتوقف عنه عشان نعرف كمان العالم بيتجه إلى فين. طبعا النهاردة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة لأوكرانيا، وهي زيارة أيضا طبعا محط اهتمام العالم كله، ووصفت طبعا بالاستفزازيه، وهنقول لكم اشهر التصريحات واهم التصريحات، والجانب الروسي بيتلقاها ازاي، والجانب الاوكراني بيتلقاها ازاي، والجانب الامريكي شايفها ازاي، واحنا كمان هنشوفها ازاي. انه فيما يبدو انه ده تصعيد وتاكيد العزم على استمرار الحرب. ده ايضا جزء. في ايضا عندنا كمان فقره انا بشوفها مهمه جدا 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 وبشكر زملائي عليها، هي عن المشروع القومي للترجمه. وهيقول لي واحد اشمعنى الترجمه؟ اقول لحضراتكم انه اللي ينظر في تاريخ مصر تحديدا او تاريخ المنطقه العربيه او تاريخ العالم هيجد انه مفيش حضاره كبيره ايا ما كانت قامت أو نهضت من عصور الظلام إلى عصور النهضة إلا بدون المرور على حركات الترجمة. ولدينا أمثلة كبيرة سواء في التاريخ المصري وذروته يمكن فيما يتعلق بالترجمة، العصر الهيلينستي لما كانت اسكندرية بتترجم كل كتب العالم وبتصنع العلوم كلها وبتنصهر فيها كل الثقافات عشان تصنع هذا الازدهار العظيم اللي عاشته أعظم مدن الأرض الاسكندرية، أو كما عاشت بغداد أعظم فترات العالم وكانت قبلة كل العالم في هذا التوقيت العظيم وعز الحضارة العربية الإسلامية في بغداد ودار الحكمة، وترجمة عشرات الآلاف من المخطوطات والنسخ من كل دول العالم
وطبعا ضاعت بعد كده على يد التتار حين غزوا بغداد، انقذ بعضها والبعض الآخر ضاع. نفس القصة احنا في العصر الحديث لما حبينا نشوف قدر من النهضة وتخلفنا لمدة 500 سنة تحت الحكم العثماني، بدأت أيضا بحركة الترجمة وإرسال البعثات للخارج، وفي صدارتهم طبعا رفاعة الطهطاوي اللي فيه جائزة للترجمة باسمه الآن. وبدأت حركة الترجمة تقود إلى بداية دخول الأفكار الحداثة لمصر، ومن مهدها بدأ ينطلق عصر جديد فكري وعلمي وثقافي في مصر. لكن دي مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة. أيضا عصر النهضة بدأ في أوروبا مع طبعا انتقال الترجمات من الأندلس إلى كل أوروبا. ده بيخدنا ليه سؤال مهم جدا، إحنا فين دلوقتي من الترجمة في العالم؟ ما الذي يترجم من اللغة العربية وما الذي نحن نترجمه عن الآخرين؟ وهل في استراتيجية حقيقية للترجمة رغم أن عندنا أسماء وقامات علمية كبيرة في تاريخ الترجمة وفي تاريخنا المعاصر أيضا أسماء كبيرة، وأخرهم الدكتور محمد عناني رحمة الله عليه اللي كان بيكرمه أيضا معرض القاهرة الدولي للكتاب في ندوة خاصة في أيضا في معرض الكتاب في دورته الأخيرة. فإحنا النهاردة هنتكلم في هذه القصص ونشوف إحنا بنترجم إيه وإيه اللي محتاجين إن هو يترجم من عندنا، وهل لدينا استراتيجية حقيقية، وما الذي ينقصنا، خاصة إذا علمت حضرتك إنه تقريبا ما يترجم من اللغة العربية أو من الأدب العربي أو من التراث العربي أو من الثقافة العربية لا يتجاوز 1% من حصيلة ما يترجم عالميا، فيما أن اللغة الإنجليزية مثلا يترجم منها 41% من إنتاجها. فرق كبير، 1% في مقابل 41%. ده دليل أنت إيه، أنت مؤثر في العالم وإزاي ثقافتك واصلة ولا مش واصلة. فده موضوع في منتهى الأهمية ومحدش يقدر يقلل منه بأي شكل من الأشكال، بالعكس محتاجين ننظره بنظرة أعمق وأشمل وأدق. ده فيما يتعلق برضو بفقرتنا الرئيسية، لكن خلونا بقى نبدأ مع حضراتكم أهم أخبارنا النهاردة. وفي خبر أيضا مهم عن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس أوزبكستان شوكت ميردايف أو ميردايف، يعني أنا بحاول أنطقها بشكل منضبط. والزيارة دي أيضا هي زيارة مهمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل نظيره الأوزبكي بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وهيكون في مباحثات ثنائية ما بين البلدين وتوقيع العدد من اتفاقيات التفاهم المشترك. احنا علاقتنا بأوزبكستان هي علاقة على فكرة وطيدة وتاريخية، واللي ما يعرفش حضراتكم يعني أكيد معلومة معروفة عند البعض لكن يمكن الشباب كتير ما يعرفوهاش. احنا طبعا نتكلم عن أوزبكستان كمان على الصعيد الديني وعلاقات الأزهر بهذا البلد كبيرة وممتدة للغاية، لأن أوزبكستان دي فيها مدينة بخارة اللي ولد فيها الإمام البخاري، وفيها أيضا مدن إسلامية عظيمة زي طشقند وسمرقند وحضارة إسلامية كبيرة للغاية وممتدة، سواء حضارة عباسية تركية سلجوقية أيضا حضارة المغول المسلمين تيمور لينك وغيره. كل دي مدن عظيمة وحضارات عظيمة وخرج منها علماء كبار للغاية. كنت يمكن لسه قريت كمان رواية قريب من سنتين كده لدكتور إبراهيم عبد المجيد، طبعا أستاذنا إبراهيم عبد المجيد، واسمها قمر على سمرقند، رواية بديعة وبتحكي طبعا بمنتهى الإبداع عن ليالي الحضارة العربية في عزها في منطقة القوقاز، وخاصة في مدينة سمرقند المدينة الشهيرة الممتلئة بالمساجد الزرقاء وبالعمارة المختلفة عن كل الأنماط في العالم الإسلامي، لأنها مزيج مختلف كمان من صهار الحضارات. فأوزبكستان بلد عظيمة، علاقتنا بها علاقات كبيرة، التعاون التجاري لسه مش أكبر حاجة 50 مليون أو 60 مليون دولار، لكن بنحتاج إلى تطويره وكمان تعزيز العلاقات، لأنها دولة مهمة أيضا في المحيط الروسي وفي محيط كمان التنسيق الأمني في هذه المنطقة. ومصر لديها كمان علاقات جيدة، ولسه الرئيس راجع من أذربيجان وأرمينيا، وكل منطقة دي بتتلاقح مع بعضها أو بتتأثر ببعضها البعض بأشكال وطرق مختلفة.
خلونا نروح محاضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع مرة تانية. ممكن هيجي لنا التقرير بعد شويه، تقرير رئاسه الجمهوريه، نبقى نعرضه على حضراتكم، ولكن يعني ده كده يعني مجازا. طبعا العلاقات المصريه الاوزبكيه اكبر من ان هي تختصر في سطور قليله، ولكن احنا بنقول لكم بعض المعلومات التاريخيه اللطيفه وابعادها في العصر الحاضر. هنروح بقى لخبر اخر، او خبرين الحقيقه، هم لهم علاقه بالسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، والأخبار دي مهمة لأنها داخلة في الحيز التنفيذ قريب جدا. امبارح مارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا ملكة فيسبوك قال إن هي هتقدم خدمة ميتا فيريفايد، وهي خدمة جديدة فيريفايد الفيريفيكيشن أو التوثيق، العلامة الزرقاء اللي حضراتكم عارفينها دي، بتتيح طبعا التوثيق عن طريق العلامة الزرقاء دي، لكن هيكون عبر اشتراك شهري. مارك قال إن الحصول على الخدمة الجديدة دي بيساهم في إضفاء حماية إضافية على الحسابات الشخصية، وهي مهمة فعلا للشخصيات العامة أو الشخصيات اللي بتعمل في المجال العام، لأنها بتحمي أصحابها طبعا من عمليات انتحال الهوية، أو كمان بتوصل كمان أو بتوفر خدمة إمكانية الوصول للعملاء بشكل أفضل، أو كمان بتزيد فكرة الأمان والموثوقية، او انه حد ينقل عنك تصريح او شيء برضه يبقى متاكد ان دي صفحه الحقيقيه. احنا في عصر طبعا الفيك ديب او التزييف العميق. بيقولوا ان التكلفه دي هتكون $12 شهريا على الموقع او $15 شهريا على تليفونات ابل اندرويد 12 و15 ابل، والخدمه دي هتبدا في استراليا ونيوزيلندا الاسبوع ده، وهيتم اطلاقها بعد كده في بقيه الدول. فالناس بتسأل طب ده هيبقى أحسن هيبقى أسوأ، طب دي إيه مشكلة فيها؟ طيب إحنا كمان في خبر تاني قبل ما نرحب طبعا بأستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد العالم اللي هنسأله كمان فيما يتعلق بما أعلن أيضا. يعني في أخبار حقيقة برضو متعلقة بالذكاء الاصطناعي لازم نتوقف عندها. إيه؟ انه يبدو انه روبوت الدردشه الذكي الاصطناعي اللي اسمه سيدني اللي معمول من مايكروسوفت بدا يثير برضو بعض القلق، وفي ناس بتتكلم عن فرض قيود محدده على محركات البحث لبينج، وده مدعوم بالذكاء الاصطناعي بعد ردود صادمه من روبوتات الدردشه، بما في ذلك الرغبه في سرقه بعض الرموز النوويه وهندسة جائحة قاتلة، أو أنه يكون إنسان يتقمص دور الإنسان، وحاجات كتير يعني من اللي بتشوفها في الأفلام دي بدأ يحذروا منها. وده جاي بعد موضوع شات جي بي تي اللي بدأ يتم استخدامه والتوسع فيه، وأحيانا بدأ يخش دلوقتي في سرقة المقالات العلمية أو إعادة تقليدها. يعني في قصة عالمية بدأ نخش في قصة الذكاء الاصطناعي. اليابان كمان أعلنوا امبارح أنه هم خلاص في خلال شهر، وحضراتكم هتلاقيوها على الانترنت، بدأوا هيطلقوا خلاص خدمة الروبوتات لتوصيل الأطعمة والسوبر ماركت للمنازل، لأنه اليابان دولة بتشتهر بأنها قليلة في عدد العمالة، عايزة عمالة كتير ومستوى السن فيها كبير، فبدأوا إطلاق الحاجات دي في الشوارع عشان تصل للسيدات الكبار والرجال الكبار في القرى والنجوع اللي ما يقدروش ينزلوا بنفسهم وبيعانوا من الوحدة، لأنه الشعب برضه غير مشجع للإنجاب. فبدأوا يشوفوا تقنيات الذكاء الاصطناعي هتحل مشاكل الاجتماعية إزاي. يعني دي حاجة جيدة، وبيقولوا أنه هتبقى ليها أشخاص بيتابعوا الخدمة دي بيتأكدوا من وصوله أنها تمشي في الشوارع بشكل سليم، وأنه الروبوت ده لما حضرتك لو وقف مثلا قدامه عائق أو أنت جيت قدامه وقفت هيعيط عشان تسيبك تعدي. تقرير كامل، اكتبوا كده روبوتات اليابان الجديدة على اليوتيوب هيطلع لكم حاجات كتيرة من القصة دي. احنا بقى نتكلم اكتر مع الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ محمد العالم، منورنا من واشنطن عبر سكايب. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا بحضرتك استاذ مشرف، نورتنا. يعني هنروح معاك لبعض التطورات يعني المتزايدة سواء في فيسبوك وافاق بقى الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، وهبدا معاك من موضوع الفيريفيكيشن ده.
لو توضحوا لنا بشكل اكتر، يعني ده هتبقى خدمه متاحه للجميع اي حد ممكن يشترك فيها، ولا هتبقى في برضو معايير محدده اللي مين ممكن يحصل على العلامه الزرقاء ولا لا؟ زي دلوقتي لازم تقدم معايير معينه تثبت انت شخصيه عامه او كده، لكن بعد كده طالما باشتراك ده هيبقى متاح للجميع ولا لا؟ نعم، هو يعني حتى الآن لم يعلن عن التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر، حول الشروط يعني التي ستكون مصاحبة لهذا الأمر، لكن بالتأكيد أن يعني مجرد تقديم الخدمة مقابل المال سيقلل من قيمتها، وسيضطر شركة فيسبوك أو ميتا أن تتخلى عن بعض الشروط التي كانت تشترطها في السابق مقابل دفع مبلغ شهري، حتى أن يعني هنا المبلغ شهري يعني استمرار التوثيق مرتبط بفكرة دفع الاشتراك الشهري. وبالتالي هنا يعني فيسبوك أو ميتا تتجه إلى نفس الاتجاه الذي توجه إليه إيلون ماسك من قبل، والثورة التي يحدثها الآن في يعني تويتر. وبالتالي يعني إيلون ماسك كان قد اقترح أن يتم تقديم يعني اشتراكات شهرية مقابل توثيق بعض يعني الحسابات على تويتر، وهذا الأمر يرجع أولا إلى فكرة الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات في السنوات السابقة مقابل فكرة عدم التقليل من يعني أعداد الموظفين التي تمتلكها فيسبوك أو تويتر على مستوى العالم. لهذا التجأوا إلى هذا يعني هذا الطرح حتى يضمنوا بعض الأموال يعني السلبية التي تدخل إلى الحسابات وتعوض هذه الخسائر. أيضا الدراسات التي يعني اطلعت عليها سواء شركة ميتا أو بعض الشركات التكنولوجية الأخرى تؤكد أن يعني المواقع التي يستقر عليها العالم الآن مثل فيسبوك وتويتر لن يكون لها هذا المستقبل الذي يعني تمتلكه حاليا، لأن يعني بعض الدول الأخرى كالصين وغيرها بدأوا يطرحوا بدائل للعالم. يعني من قبل الصين كانت مكافأة على ذاتها وكانت تقدم البدائل التكنولوجية فقط لشعبها، لكن الآن بدأت تصدر هذه التكنولوجيا. وإذا رأينا نموذج يعني أبليكيشن تيك توك أثر كثيرا في العالم وسيطر على فئات معينة خصوصا في الشرق الأوسط، وأخذ مكانة كانت يعني تمتلكها شركات تكنولوجية أمريكية من قبل. لهذا فإن هذه المنافسة بالتأكيد ستؤثر على شعبية فيسبوك، خصوصا أن فيسبوك بالتحديد يعني أثبت أن له آثارا يعني سلبية عدة في عديد من الدول خصوصا الآثار السياسية، ولم يعد يعني يؤثر بالشكل الكافي سياسيا في هذه الدول في الوقت الحالي، لأنها تعلمت من التجربة أن فيسبوك يتم يعني الترويج من خلاله إلى بعض يعني أعمال العنف أو تظاهرات يعني تؤدي إلى خراب في دول معينة. لهذا هم يعلمون جيدا أن المستقبل أن يكون بنفس الطريقة أو الاستحواذ الذي كان عليه من قبل هذا، حتى يتجهون ويؤهلون العالم إلى عالم ميتافيرس من الآن الذي سيعتمد يعني أولا على المال لدخوله ثم بعض الاشتراطات الأخرى التي سيعلن عنها في المستقبل. يعني هنا ياخدها برضو حضرتك، لو تفتكر كان ايضا شركه تويتر كان في مشكله كبيره في موضوع الفيريفيكيشن ده، وقالوا برضو هيبقى باشتراك. يعني يبدو انه توجه الحديث في السوشيال ميديا هيبقى القصه دي، يعني قصدي كده مش هيبقى في ميزه نسبيه لاحد على الاخر طالما انت بتدفع فلوس. هو فكرة الامتيازات التي كانت تعطى لبعض المشاهير أو المؤثرين في السابق لن تكون حاليا، وبالتالي فكرة العلامة الزرقاء أو التوثيق لن يعني سيكون متاح ربما للجميع، لأن الاشتراك ليس بالقدر الذي يمنع فئات معينة من التقدم إليه، وبالتالي الاعتماد على فكرة التوثيق يعني في فلسفة تصديق يعني صاحب هذا الحساب لمجرد التوثيق لن تكون مطروحة في يعني الفترات القادمة، وكما قلت ستفقد هذه الميزة رونقها مقابل المال الذي تعلم فيسبوك أنه سيعوضها كثيرا عن خسائر تكبدتها في يعني الفترات السابقة وتريد تعوضها. يعني إيلون ماسك دخوله في تويتر يعني أيد أو يعني مهد لفكرة المال المطلق. إيلون ماسك هو رجل أعمال يريد تعويض المبلغ الكبير الذي دفعه في تويتر، لهذا يبتدئ حاليا أو يبتكر بعض الوسائل المادية البحتة التي تعوضه عن هذه الأموال التي بمثابة
بالمناسبة تعود إيلون ماسك أن يعني يستخدمها أو يعني يستحوذ على بعض الشركات من خلال القروض لهذا. هو دخل تويتر وهو مرتبط بقروض كبيرة يجب عليه يعني أن يثبتها في مواعيد معينة، لهذا التجأ إلى هذه الأساليب التي الآن تتبعها فيسبوك وربما تتبعها كثيرا من الشركات في السنوات القادمة. وهذا يهيئ بعض الدول الأخرى كما قلت كالصين إلى أن تأخذ هذه المكانة مقابل الاستغناء عن بعض يعني الامتيازات المالية، لكنها شعبيا ستؤثر كثيرا. استاذ محمد برضو كان تعرف في فيسبوك اول لما فتح وكان الشعار الرئيسي مجانيه وستظل مجانيه، الشعار ده بيتغير مع الوقت يعني، ويبدو انه برضو ما هو تويتر بتفكر في نفس القصه، وهل ده ممكن ياخدنا انه مستقبلا هتبقى بعد بقى ما نتاكد انه هم او يعني نظريات المؤامره بتقول انه ما يتاكدوا انه خلاص اصبح الشيء ده جزء من حياتنا ولا قدرة على الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، لأنه مرتبط بأعماله بفلوسه بقصص. هي يقول لك لا ده فلوس بقى، والله حضرتك عاجبك تفضل، مش عاجبك خلاص انت حر. يعني شعار مجانية وستظل مجانية، ده في بالنسبة لمستقبل التطبيقات العالمية كيف تراه؟ هو فكرة المجانية في حد ذاتها تستمر، يعني تستمر فكرة الاشتراك في حد ذاته على موقع كفيسبوك أو تويتر سيظل مجاني، لكن بعض الامتيازات ستقدم مقابل المال، لأن تويتر وفيسبوك يعلمون أن بعض يعني الأشخاص حول العالم مهتمون بفكرة التوثيق ويريدون دفع الأموال من أجلها، لهذا هم استخدموا هذه الفلسفة لجلب بعض الأموال وتعويض بعض الخسائر التي يتكبدوها جراء وجود عدد كبير من الموظفين. حتى الموظفين يريدون تعويضهم حاليا بروبوتات أو ما إلى ذلك، لكن فكرة المجانية المطلقة هذا يناهض المنطق الأمريكي. المنطق الأمريكي دائما يعتمد وينظر إلى المال سياسيا، حتى يعني أمريكا كل تدخلاتها العالمية تعتمد على المصلحة في المقام الأول، والمصلحة تعني يعني الاقتصاد والمال. لهذا أعتقد أن فيسبوك سيستمر في يعني طرح فكرة الاشتراك. مجرد الاشتراك على فيسبوك سيكون مجاني، لكن فكرة الامتيازات الأخرى ستقدم مقابل المال. أيضا فكرة ميتافيرس كما قلت ربما هي تعتمد على المال المطلق، لكن فيسبوك يعلم أيضا أن المنافسة ستكون قوية، وهذه الدول تعتمد على التأثير على الشعوب من خلال هذه يعني الأدوات التكنولوجية حتى تستمر يعني في نفس قيمتها واستحواذها العالمي. الاستحواذ لا يكون فقط عسكريا وسياسيا ولكن بأمور أخرى. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد العالم، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا. لسه برضو في الملف التكنولوجي الفني ده، وهنروح لقصص الذكاء الاصطناعي اللي دلوقتي طبعا بيقال ان الاميه زمان كانت اميه القراءه والكتابه، وبعد كده بقت اميه الكمبيوتر. بيقول لك ان العالم متجه لمستقبلا لفكره ان الاميه هتكون الشعوب اللي ما عندهاش قدرة على التحكم في الذكاء الاصطناعي، هذه هي الأمية القادمة. ونتوقف عند الأخبار دي عشان نتابع احنا فين ومحتاجين نعمل ايه ومحتاجين نروح فين، لأنه الأفلام بدأت تقلب جد. اللي احنا بنشوفها بنتفرج عليها دي بدأت تقلب جد، وجد جدا كمان بعد موضوع شات جي بي تي وتأثير ده حتى على كتير من المستويات العلمية والفنية والثقافية. النهاردة في صيحة أخرى أنه روبوتات الدردشة السيدني مايكروسوفت بتقول انه الموضوع ممكن يكون بدأ يخرج عن السيطرة، وان هم عايزين يشوفوا محرك البحث بتاعها بينج بتاع روبوتات سيدني والمدعوم بالذكاء الاصطناعي يحط فيه ريستريكشنز، لانه لقوا انه في ناس بتقدر تطور الدردشات بتاعتها دي لما يشبه اشياء خطيرة، بما فيها الرغبة في سرقة رموز نووية، رغبة في هندسة جائحة أو مصيبة سودة أي مكان بقى. فبرضو الموضوع بدأ يخش معنا في الجد. احنا معنا الباشمهندس محمود الكومي خبير الذكاء الاصطناعي، منورنا. أهلا بيك يا باشمهندس محمود، منورتنا. أهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. يعني أنا قلت كده بريفلي اللي بيحصل وبنسمع عنه الفترة اللي فاتت، لكن أنت حضرتك شايف بقى القصة، هل احنا فعلا بدأنا نخش في منطقة الجد بقى في الذكاء الاصطناعي؟ احنا كنا شايفين كل ده البشرية بتحاول، وعربيات تسلا ولسه فيها مشاكل، لكن دلوقتي بيقولوا لا ده احنا بدأنا نخش في مرحلة خطيرة.
الى اي مدى حضرتك بتتفق في ده وتوضح لنا كده الدنيا رايحه على فين واحنا فين منها؟ تمام يا فندم. هو بالفعل خلاص يعني الثوره الصناعيه بتاعت الذكاء الاصطناعي خلاص او عصر الذكاء الاصطناعي الكلي اللي احنا مفترض ان احنا نعيش فيه خلاص بدا ان هو يبدي اشاراته ان هو خلاص ان هو خلاص بقى موجود وبيفرض نفسه. الموضوع مش متوقف على التكنولوجي او الدول، لا الموضوع هيكون منتشر بشكل كبير جدا وسريع في كل دول العالم، مش متوقف على دول معينه. فبالرغم من لسه بنحكي اليابان خلاص اعلنت ان هي الشهر الجاي خدمه الروبوتات في الشوارع لكبار السن توصل الاطعمه وبالتحكم والمتابعه، يعني خلاص اقروا الموضوع. طبعا طبعا. بالرغم برضو من موضوع ان الذكاء الاصطناعي يعني هيفتح قدر كبير جدا وهيوسع الاقتصاد ويعني وهيعمل تحسين بشكل كبير قوي في التكنولوجي والقدره على الانتاج بشكل اسرع. الا انه طبعا بيهدد او بيمثل خطوره وتهديد على العامل البشري طبعا. يعني من ناحيه سوق العمل، من ناحيه ان في ناس هتفقد كتير وظايفها، من ناحيه اخرى برضو ان انا دلوقتي موضوع الذكاء الاصطناعي هيفتح باب بعيد قوي ما كناش عاملين حسابه، خصوصا الماشين ليرنينج دلوقتي تقدر انها تهندل قدر كبير قوي من الداتا. مستحيل البشر كلهم يعني ان هم يقدروا او اي حد بشري عادي ان هو يقدر ان هو يهندل قدر ده من الداتا. فده هيفتح لي خطوره، باب خطير جدا من الامن السيبراني او التهديدات اللي في الامن السيبراني طبعا، والاختراقات طبعا. يعني للاسف ممكن الموضوع طبعا هو سلاح ذو حدين، بس يعني هيفتح برضو ان في ناس كتير من اصحاب الشر يقدروا ان هم يستغلوا القصه دي طبعا، بحيث ان هم يبداوا ان هم يعني طبعا احنا شات جي بي تي مثلا من الحاجات الاخيره هتعمل تطور في عالم الجريمه اكيد مستقبلا. يعني احنا مثلا شات جي بي تي لما ظهر احنا دلوقتي، وطبعا ظهرت شات بوتس كتير شبيهه بكده بعده، لكن هو اخذ يعني الشهره اكتر لانه من اوائل الناس اللي طلعت بالشكل ده يعني. بس انا لسه واحد صاحبي بيقول لي انا جربته عشان اكتب مقال وما نجحش خالص. بس في ناس نجحت بيه وقلدوا رسائل علميه ورسائل دكتوراه وبتاع. طبعا لا بص حضرتك، انا دلوقتي الالجوريزم اللي شغال على الشات جي بي تي، انا كل ما او اي ذكاء اصطناعي عموما او اي موديل، انا كل ما غذيته بالديتا اكتر او كل ما عرفته الديتا اكتر اللي هو اللي محتاجها، هيقدر ان هو يهندل لي قريب قوي ومور بروفيشنال كمان او من اي حد يقدر ان هو يعمل ده. زي مثلا انا عايز اعمل بزنس موديل، مثلا زي انا عايز اعمل بزنس بلان للشركات، عايز اعمل ستارت اب، عايز اعمل الحاجات دي كلها، انا مش لازم اكون راجل بروفيشنال في الحاجات دي علشان اعمل ده، لا طب ما انا الاي اي هيقدر يعمله لي. طب ما هو ده اللي انا قلته من شويه اللي هو هيهدد برضه سوق العمل. تمام، في وظائف كتير هتختفي، مش المشكله انها هتختفي تدريجيا، المشكله انها هتختفي بشكل شرب جدا، مش زي صور بتاع الكمبيوتر كده كان الموضوع يعني ايه تدريجي كده، فانا في صفاره انذار قبلها، لا دلوقتي مفيش صفاره انذار، الموضوع هيبقى شرب جدا. ممكن في خلال اسبوع بالظبط انا كده ماليش وظيفه، انا او اللي انا من الاخر كده اللي انا بعمله دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمله وفي ثواني. يعني اللي انا بعمله في اسبوع، تمام، انا كوظيفتي اللي انا بعمله في اسبوع الذكاء الاصطناعي هيقدر يعمله في ثواني. فاحنا واجبنا يعني او اللي احنا المفروض نعمله كمجتمع، تمام، او يعني خصوصا احنا كمصريين كمان، ان احنا اولا يا جماعه الذكاء الاصطناعي او تعليمه مش مختصر ان انت تبقى لازم تبقى مهندس ذكاء اصطناعي، انت في اي مجال. يعني في الطب انا عملت كير قبل كده في 2020 مثلا، ده كان روبوت للتشخيص الطبي المبكر اللي خدت عليه جائزه جنيف للاختراعات بواسطه الذكاء الاصطناعي. ده مثلا روبوت بيقدر ان هو يشخص الامراض حوالي اكثر من 85 مرض.
وفي اوراق امراض العائله السرطانيه. فده مثال مثلا. هل ده هيلغي عمل الطبيب بشكل كامل؟ لا طبعا، ده هيعتبر اداه. يعني مثلا لما ظهرت اجهزه الاشعاعات والاجهزه الطبيه لما ظهرت مفهوم، عملت تسهيل تمام لده. مفهوم. بس فانا الطب في انا الاخر تحتاج للتدخل البشري، يعني او على الاقل المراقبه البشريه، طبعا طبعا. انا لان كدكتور احنا لسه في اخطاء. يعني في ناس اصيبت في العربيات بتاعت تسلا دي لما يعني، ولسه فيها كلام طبعا كبير اكيد حضرتك بتابع يعني. لسه في اخطاء طبعا تمام. لكن بالنسبه الخطأ يعني احنا كبشريين ممكن احنا نغلط وما نتعلمش، لكن الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج بالظبط، هو ده تمام القصه يعني. وانا بتابع هو دلوقتي المانشيتات يعني والمواقع كلها بيقولوا انه المنظومه اللي بتتطور. انه اللي هو بتاع بينج ده، الروبوت بينج ده، بدأ كمان يلاقوه بيجاوب اسئله غريبه جدا. يعني زي مثلا يعني واحد ومراته يقعد يسالهم اسئله وبناء عليه يقول لا انتوا ما بتحبوش بعض او بتحبوا بعض. يعني انت متخيل حضرتك وصلنا لهذه، وبتطلع ده اجابات طبيعي صحيحه. يعني احنا بيطور الداتا بشكل رهيب وغير مسبوق. وبعدين بالظبط بدأوا يقولوا كان هو كمان عنده رغبة في انه يبقى انسان، بيقول انا انسان، واحيانا بيبقى عنده رغبة في احداث فوضى في سرق. يعني لو تم تعليمه، حضرتك قلت الامن السيبراني، فممكن يساهم في سرقة رموز مشفرة، اختراق كمبيوترات حساسة. يعني ايه الافلام دي؟ ده افلام خالص يعني. ده كان في مسلسل على نتفليكس، وكان مسلسل شهير برضو معظمه عن الاي اي وكده، وكان البطل قتل يعني اللي عايز يخلص منه بالروبوت، وبالروبوت بيتزا حاجه كده. يعني بيحصل خلاص، يعني الكلام ده اصبح حقيقه. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، ان خلاص اللي احنا كنا بنشوفه في الساينس فيكشن او الافلام الامريكي دي خلاص بدات انها تتحقق فعلا. واحنا يعني اساس الذكاء الاصطناعي اصلا، يعني عشان نقول برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا لما كعلماء او مهندسين لما نيجي نستنبط حاجه بنستنبطها والله من خلق ربنا. يعني احنا دلوقتي ايه يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ ذكاء اصطناعي هو مجموعه من الشبكات العصبونيه الاصطناعيه Artificial Neural Networks تمام. احنا عندنا Neural Networks اللي هي بتخلينا احنا نفكر اصلا، يعني ازاي ان احنا نفكر تمام. احنا بنعمل Artificial Neural Networks تمام ليه؟ عشان نخلي الكمبيوتر يفكر. فهو ده اللي هيخلينا يعني نوصل لحاجة معينة. الأهم بقى عشان بس يعني الأهم بقى، احنا فين بقى في القصة دي؟ احنا فين؟ احنا لازم وضروري جدا ان احنا نطور في كل المجالات. انا طبيب، انا مهندس، انا محامي، انا محاسب، كل المدرس، كل ده لازم يكون عنده باك جراوند جيدة عن الاي اي. يعني لو حضرتك تفتكر كده لما ظهر عصر الكمبيوتر كده كان في شهاده اسمها اي سي دي ال، ولسه موجوده اعتقد لحد النهارده، اللي هي محو اميه الكمبيوتر. احنا عايزين برضو يبقى في محو اميه الذكاء الاصطناعي، لازم نكون فين كلنا يعني ايه الذكاء الاصطناعي ونطبقه على مجالاتنا. غير كده لازم يبقى في ريستريكشنز الدول، واللي انا مش عارف ليه الموضوع ده اتاخر. يعني انا عارف ان في اليونايتد نيشنز بتعمل الموضوع دوت، لكن احنا عندنا كليات دلوقتي دخلت فيها موضوع الذكاء الاصطناعي وبقوه الحقيقه، ولكن محتاجين طبعا شغل اكتر بكتير. بالظبط بالظبط زي ما حضرتك وضحت برضو الريستريكشنز دي مطلوبه، والتطوير ذاتنا نفسنا مطلوب. لانه في كل المجالات يعني، مش قاصر بس على فكره انا بدرس ذكاء اصطناعي او انا يعني مهندس، لازم اكون ديفلوبر لا عشان ادرس ذكاء اصطناعي. يعني يعني حتى احنا ده احنا ده اول مهنه نجح فيها هي المهنة المتعلقة بالأخبار، لأنها طبعا يعني أول حاجة intellectual يعني أو ذكية، لأنه طبعا مظبوط. بس أنا قدر يحلل أنماط إخبارية ويكتب لك الخبر، خاصة لما تبقى حاجة بسيطة ما فيهاش رأي، يعني زي أخبار الرياضة، أخبار السياسة اللي هي مجردة من التحليل، انطلقت في أماكن كتير خلاص في العالم هو يعني. كما وضحت لحضرتك تمام، هو يقدر يساعدني تمام او يهندل الداتا بسرعة. لكن انا مثلا كمشاهد
انا مثلا ما اقدرش ان انا اشوف يعني روبوت او كمبيوتر مثلا هو اللي هو المذيع يعني، يعني انسانيا يعني هنيجي بس حصلت فيها تجارب حضرتك اكيد شفتها على يعني شفتها في يوتيوب وعلى فيسبوك، بدأت التجارب فعلا انه وبالذات في مذيع الاخبار انه يبقى في روبوت. الصين عملت واحد. هو يقدر يعمل كده، لكن انا لكن نفسيا مش هتقبل ده، طبعا مش هتقبل ده، انا طبعا مش هقدر انا اكون. بس يا جماعه احنا ما نتقبلوش نفسيا دلوقتي، مين عارف الاجيال القادمه هنبقى فين بعد ما يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى بجواره. سياستنا بس يعني اللي احنا عايزينه ان احنا ناخد يعني اللي انا يعني مش لانه لازم ننتبه. احنا بنقول الاخبار دي للانتباه، انه لازم الجميع ينتبه انه في قفزات رهيبه وهتبدا وخلاص بدات تؤثر في مجالات كتيره جدا، وان احنا لو ما لحقناش مع الناس دي هنتعرض لضربات موجعه. فده خلاصه الموضوع، لازم نشوف العالم بيحصل فيه ايه ونواكبه، ونبقى عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين واحنا موقعنا فين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس محمود الكومي خبير الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا. الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. استمرار لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال قافلة من المساعدات في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء شعبي سوريا وتركيا أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك القافلة من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعيلية عبورا بأنفاق تحيا مصر وكبر السلام، مرورا بالطريق الدولي الساحلي، وصولا إلى ميناء العريش البحري الذي شهد تطويرا كبيرا بكافة منشآته وأرصفته خلال الآونة الأخيرة. حيث غادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى دولتين سوريا وتركيا، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن. أهلا بحضراتكم مرة ثانية. هنروح لملف مهم، وهو الملف يمكن الرئيسي والأبرز عالميا الآن، ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، واللي بتأخذ كل فترة منعطف جديد أو تصعيد جديد أو هكذا يرى المراقبون. لأن النهاردة وبعد تقريبا مرور ما يقرب من عام على بداية الحرب الروسية الأوكرانية، واضح أنه الأزمة أيضا في طريقها لمزيد من التصعيد. مين اللي بيقول؟ اللي بيقول كده الرئيس الأمريكي جو بايدن، واللي زار العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، وقيل في الكواليس تم التحضير لها بعناية شديدة وبشكل فائق السرية، لأنه طبعا دي حرب مستعرة وفيها كل أشكال السلاح
وبالتالي هذه الزيارة بينظر ليها بعين الاعتبار على أكثر بمستوى. طبعا النهاردة جو بايدن أعلن عن مزيد من الدعم العسكري والمساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 500 مليون دولار، وقال كمان نصا أنه الأشهر والأسابيع القليلة ستكون صعبة للغاية. وكمان أكد بايدن أن أوكرانيا ستحظى بدعم عسكري جديد، منها ذخيرة مدفعية، أنظمة مضادة للدروع، ورادارات مراقبة جوية، وأيضا الاتحاد الأوروبي مجتمع في بروكسل، والحديث الآن عن إمكانية تزويدهم كمان بأسلحة طويلة المدى أو بطائرات كما تطلب أوكرانيا. ده بيأتي كمان بعد يومين من تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون بيقول فيها أن احنا نريد أن نرى روسيا منهزمة ولكن ليست منسحقة، وده برضو تصريحات أثارت جدل كبير ومناوشات ما بين الجانبين. الجانب الروسي رد عليه قال له بفكرك نابليون إيه كانت نهايته وإزاي كانت بداية النهاية من محاولة غزو لروسيا. فأيضا هذه الزيارة ما زالت أصدقها عالميا بتتوالى، وهنتحدث عنها بشكل يمكن مستفيض وأكثر دقة من خلال طبعا الخبراء اللي هيشاركونا الآن، ومنهم الدكتور عماد أبو الدب عضو مجلس القوميات التابع لرئاسة الوزراء الأوكرانية، وبينضم إلينا الآن من كييف دكتور عماد أبو الرب. أهلا بك يا فندم، منورنا. تحياتي أستاذ حسام لكم والأستاذ المساهمين. أهلا بك. يعني فوجئ العالم اليوم بزيارة جو بايدن ووصوله لكييف، وكان الحديث يدور أنه كان ممكن أن يكون اللقاء على الحدود البولندية أو في مكان ليس يعني بكييف نتيجة خطورة الوضع. كيف ترى هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟ بداية كما نعلم أن السنة الماضية زار بايدن بولندا والتقى في المهاجرين الأوكران واللاجئين، وكان متوقع كما أشرتم أن يكون اللقاء في بولندا أو على الأقل في الغرب الأوكراني في مدينة لبيب على سبيل المثال، لكن الزيارة كانت منذ صباح اليوم إغلاق أغلب شوارع العاصمة كييف، ونحن نبعد بضع كيلومترات أقل من 5 كيلومترات عن مكتب الرئاسة، وحقيقة كان هناك شدة تعطل في أغلب الشوارع حرصا على ألا يكون هناك أي شيء يهدد الموكب. وحقيقة جاء التوقيت كبير الأهمية للشعب والقيادة الأوكرانية. للشعب لماذا؟ لأن الشعب الأوكراني تأكد أن أمريكا ليست فقط تطلق شعار في دعم أوكرانيا، بل تأتي قيادتها وأعلى هرمها السياسي الرئيس بايدن بنفسه يدخل العاصمة كييف، هذا يعني أن هناك دعم مستمر. رسالة أيضا من أمريكا إلى روسيا، إلى الرئيس الروسي، أن ألا تراهن روسيا على توقف دعم أمريكا، بل على العكس القيادة السياسية تطلق حزمة جديدة قرابة 500 مليون دولار، وأيضا ربما ترتفع نوعية مستوى التقنيات التي ستقدم لأوكرانيا في الأيام القادمة، إضافة إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية. لكن أستاذ حساب دعني أشير سريعا إلى أننا للأسف ونحن نرقب هذا المشهد لا ننسى أن نذكر أن هناك مشهد المفاوضات والتسوية السلمية وتسوية الحوار غائبة شبه منعدمة. أين حاضنة العالم الدولي الأمم المتحدة التي تأسست في عام 1945 فيها أكثر من 190 عضو؟ للأسف لا يوجد حديث عن مسار المفاوضات، المسار كله مسار احتقاني هنا أو هنا. جميل. لفتني في بيان البيت الأبيض يعني تصريح لرئيس بايدن بيقول عندما شن بوتين عملياته قبل نحو عام كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب مقسم، لكنه كان مخطئا. هل بتتفق في هذا الطرح؟ هل بالفعل ما زالت الجبهة الأمريكية الأوروبية على قلب رجل واحد في مواجهة الشرق الروسي؟ يعني كيف ترى هذه النقطة وانعكاسها ايه على طبيعة الدعم المقدم في المرحلة القادمة؟ باعتقادي جميع الدول التي الآن تدعم أوكرانيا وأولها الناتو وأمريكا لم تتوقع إطلاقا في أحسن الاحتمالات والرصد أن يكون هناك صمود للجيش والشعب الأوكراني بهذه الصورة.
الشعب الأوكراني محب لوطنه وهو يريد الحرية ويريد أيضا ولم يبحث عن عداء لروسيا ولم يبحث عن أن تكون لديه قواعد تهدد الأمن القومي، فقط كان يبحث عن عضوية الاتحاد الأوروبي. حتى لو كانت روسيا تخشى من هذه العضوية كان الأحرى أن تكون لديها أدوات للضغط أو التفاوض والتراضي مع أوكرانيا، ولكن عندما كانت مباغتت أوكرانيا في 2014 ثم في 24 فبراير 2022 توجهت أوكرانيا لحلفائها، وكان حظها كبير أنها ملاصقة للحدود الأوروبية، فهنا بدأت مصالح. باعتقادي أصبح تقاطع كبير للمصالح. مصلحة أمريكا معروفة، هي تقول من ناحية أنها تريد أن تدافع عن القيم والوحدة وسيادة أوكرانيا، ونتأمل أن تكون هذه القيم موجودة مع كل دول العالم، ولكن مصلحتها معروفة باستنزاف روسيا وإضعاف روسيا حتى لا تشكل أي تهديد مستقبلي. أما أوروبا كما أرى لم يكن لديها ذاك التوجه نحو أي مواجهة مع روسيا، والدليل أن التعاون الاقتصادي كبير جدا. ألمانيا على سبيل المثال الدولة الأكبر اقتصاديا في أوروبا كانت تمد، ولكن ألمانيا الآن ستمد أوكرانيا بالبرامز بالضبط، ولكن قبل ذلك أتكلم قبل الحرب كانت تمد خط نورد ستريم مع روسيا، أي أنها لم تكن تنظر مستقبلا أن يكون هناك مواجهة، ولكن عندما احتلت روسيا أراضي من أوكرانيا وبدأت تخرج تصريحات سياسية من أبرز القيادات السياسية الرفيعة الروسية، من الرئيس، من وزير الخارجية، من نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أن أوكرانيا لن تبقى على الخارطة، أننا بعد القليل من 4 سنتوجه إلى خارطوف وأوديسا، أن بعد ذلك سنتوجه إلى مولدافيا، بولندا ودول البلطيق. إذن أصبحت هناك تهديدات حقيقية على الأقل ليست شكلية أو تكتب على وسائل التواصل، هي تخرج من قيادات سياسية روسية معتبرة. إذن روسيا استفزت كذلك باعتقادي الاتحاد الأوروبي أو الناتو، ووظف ذلك أولئك الذين ربما تكون لديهم انتفاع من هذا الاستفزاز ليحشدوا هذا الحشد. الآن من يقول يا سيد قصاب أستاذ العزيز من يظن أن هناك انقسام في الاتحاد الأوروبي، أنا أقول على الواقع لا نشهد ولا نرى ذلك الانقسام. ربما يكون تفاوض، هناك دول تدعم بشكل قوي خاصة ألمانيا، فرنسا، هولندا، دول البلطيق، هناك دول تدعم بشكل أقل، هناك دول يعني تدعم ولكن على استحياء، لكن كل الدول متماسكة سنة كاملة لم يبخل فيها الناتو ولا الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا بريطانيا عن تقديم المساعدات، واليوم اليابان تعلن عن قرابة 1.5 مليون إلى 2 مليون دولار للمساعدات لأوكرانيا. إذن الآن لا يوجد انقسام، الآن نعم ولكن البعض بينظر لهذه الزيارة يعني التسارع في الدعم الأوروبي مؤخرا بأنه يعني مؤشر على استمرار الحرب وتصعيدها، واحنا بنجد برضو أنه على الجانب الآخر الجانب الروسي أيضا بيتلقى دعم، بيتلقى دعم الصيني، بيتلقى دعم إيراني. يعني في النهاية لو نظرنا لمصلحة الشعب الأوكراني نفسه فده مؤشرات كلها على استمرار وطول أمد الحرب. أنتوا كيف تنظرون لهذه النقطة وانعكاسها عليكم في أوكرانيا طبعا مع توالي الضربات والخسائر سواء في الأرواح أو في الممتلكات؟ أنا أتكلم لكم من نقل وقائع وحقائق، وبحكم أني عضو مجلس عام إدارة سياسة القوميات والحريات الدينية التابعة لمجلس الوزراء، وتعاملي مع كل شرائح المجتمع وأبناء القوميات والأقليات، حقيقة هناك وحدة في الرأي الأوكراني أننا لا نهاجم أرض الدولة في الجوار روسيا، لم نعتدي على أرضها، لم نشكل عليها خطر، وبالتالي نحن ليس لنا خيار إلا الحفاظ على وحدة وسيادة أراضينا. نقطة ثانية، أوكرانيا ما الذي تطالب به؟ فقط التشريعات الدولية التي تحفظ وحدة وسيادة أراضيها ضمن منظومة الأمم المتحدة، هي لم تضع قانون جديد، هي لا تريد أن تفرض للعالم أو على روسيا أي قانون جديد. فبالتالي الخطأ الأكبر كان باعتقادي لو رجعنا إلى الخلف لكان لدى روسيا أوراق يمكن أن تضغط أو تناور فيها تحقق لها ما تريد دون الوصول إلى أن تقع في مستنقع جديد، وأنها لم تتوقع إطلاقا أن يبقى هذا التماسك والصمود من أوكرانيا أو التماسك والصمود من حلفائها الذي يزداد يوما بعد يوم، وخاصة تصريحات
رئيس الناتو الذي طلب من المصانع التي تصنع الذخائر أن تضاعف إنتاجها، في الوقت الذي طالبت كذلك روسيا فيه من مصانعها أن تنتج أكثر. أي نحن أستاذ حسام نتجه للأسف إلى حرب دولية، نتجه إلى ضرر يهدد السلم والأمن العالمي، يهدد أمن الغذاء وأمن الطاقة، وللأسف أكبر خاسر قيم السلام والوئام والتسامح التي نطلبها لعالمنا ونأملها للإنسانية وسنبقى ندافع عنها. ورسالتي كانت في الدكتوراه في 2009 عن السلام، والآن أعد برسالتي في الأستاذية عن التسامح. نحن لا نسطر هذه الكلمات عاطفيا، أكاديميا وكبرامج، ونحن أطلقنا كمؤسسات جاليات عربية ومسلمة لأول مرة في تاريخ أوكرانيا 45 منظمة نقيم في مؤتمر هام في وكالة الأنباء الحكومية قبل اندلاع الحرب. نحن القومية الوحيدة التي اجتمعنا في 3 فبراير 2022 ونادينا بالتضامن مع أوكرانيا، وناشدنا العالم أن يمنع وقوع اندلاع هذه الحرب، وناشدنا فيها الأمين عام للأمم المتحدة. ولكن خلاص ذهبنا إلى الأمر الواقع. طيب إيه اللي بتحتاجه أوكرانيا؟ يعني الحديث الآن أنه ممكن يستمر هذا الأمر على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وفي النهاية من سيدفع الثمن هو في الأساس الشعب الأوكراني العظيم. هل 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 من إمكانية دلوقتي الحديث عن فرص الانضمام للناتو مرة أخرى، ولا إمكانية الوصول لحلول المنتصف؟ يعني للأسف مع التصعيد الذي حدث الجديد والتهديد والخسائر الكبيرة، 15 مليون أوكراني خارج بيوتهم بين لاجئ ونازح، وأكثر من 2000 15 مليون حضرتك إلى غير ذلك من الخسائر الكبيرة، باعتقادي إن كان سيكون أفق سيكون من خلال وجود وساطة للأمم المتحدة. الصين يمكن أن ترعى دور كبير الآن، بعض الدول العربية السعودية لها ثقل وتأثير، الآن مصر والإمارات وقطر أيضا أبدت استعدادها للدخول في الوساطة، وكونها حيادية وليست منتفعة يمكن فعلا إذا وجدنا. رئيس السيسي دعا لوقف الحرب في قمة المناخ يعني بشكل واضح وصريح نهاية العام الماضي وأمام العالم كله. ونحن أرسلنا خطاب رسمي لسيادة الرئيس المصري، تضامن الجاليات والقوميات العربية مع خطاب الرئيس، وتمنى هذه المبادرة، ونتمنى أن يعني تجد في المستقبل أفق لها. نحن يا سيدي نأمل لعالمنا أن يصل إلى توافق، وأعتقد أن الوسطاء الحياديين هم أبرز من يمكن أن يطرح أفكار جديدة وطروح جديدة كما تفضلتم، أن يخرج فيها الجميع دون أن يكون هناك خسارة. الخسارة وقعت للأسف. طب في نقطة طبعا خسارة وخسائر كبيرة، حضرتك بتتحدث عن 15 مليون أوكراني بين لاجئ ونازح، يعني أرقام مهولة كبيرة. طيب وده أيضا يعني يدعنا نضع هذه العمل في الاعتبار، خاصة نحن سمعين دلوقتي عن المحاولات الكل لتصعيد الخلاف بأشكال وطرق أخرى، ومنها مثلا الإشارة الروسية الأخيرة إلى أن أوكرانيا بتحضر لهجوم نووي فيك يعني أو مفتعل أو مزور، يعني على حسب ما احنا مش فاهمين الآليات إيه. ولكن أيضا التخوفات أن احنا ندخل في مناطق أو هجوم إشعاعي كما ذكر، يعني فالتخوف أن احنا نذهب إلى مناطق مظلمة وقد تكون مظلمة في التاريخ الإنساني كله. يعني حتى نكون سيدي موضوعيين في حديثنا، أوكرانيا سلمت كل أسلحتها النووية طواعية عندما استقلت، هذا كان شرط روسيا، وأوكرانيا وافقت على شرط أن يكون هناك ضمانات وضامنين، وكان من أبرزها عدم تشكيل أي تهديد أو احتلال أو شيء من ما يهدد أمنها القومي. وللأسف مقيل تم نقل حاويات مشعة من دول أوروبية، ولكن إحنا طبعا في دعاية ودعاية مضادة فنستوقف على الحقيقة. يعني نحن نتكلم عن حقائق، أوكرانيا لا يوجد فيها أسلحة نووية قطعا، وأوكرانيا بتاريخها بكل فترات عصورها لم تستخدم لا أسلحة كيماوية ولا نووية حتى في وقت الحروب، فبالتالي لا أعتقد أبدا أن تلجأ أوكرانيا إلى ذلك. أما إذا قامت روسيا بعمل يعني كردة فعل أو غضب أو أرادت أن تحتل، كما قال السيد ميدفيديف النائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي عندما قال لا تنسوا أن الدول النووية لا تخسر حرب تقليدية، هذه إشارة واضحة على أن هناك ربما يكون لا قدر الله ضرب قنبلة نووية تكتيكية أو غيرها، فبالتالي إذا وقع ذلك لا ندري ماذا ستفعل أوكرانيا مع حلفائها.
هل ستصل أو يصل لها أي مدى؟ هل سيتحرك الناتو أو تتحرك أمريكا أو تمد أوكرانيا بأسلحة خاصة؟ بكل الأحوال أوكرانيا أنت قراءتك إيه يا فندم؟ أنت يا دكتور قراءتك إيه لهذه الجزئية وإحنا ندخل العام الثاني من الحرب؟ يعني كيف تستشرف هذا العام أو كيف تنظر لي؟ إلى أي مدى سيكون كما هل فعلا كما ذكر الرئيس بايدن أن أمامنا شهور صعبة وأسابيع صعبة للغاية؟ اعتقادي إذا كان هناك أصوات كالصوت الصيني الذي سمعناه عفوا قبل يومين، ومن قبل كانت مبادرة تركيا أيضا التي نجحت على الأقل في مجال نقل الحبوب ونقل بعض الأسرى، وأيضا بدأت وساطات إماراتية وسعودية في المساعدة في نقل وتبادل الأسرى، إذا بدأنا نجد حراك في هذا المشهد بخط موازي ربما ننظر في بسيط من الأمل، ولكن على الواقع للأسف حتى نضع العالم أمام يعني المسؤولية، لذلك نقول أن العالم مقبل على مواجهة أشد، وهذا سيهدد السلم والأمن العالم، سيهدد الأمن الغذائي العالم، أمن الطاقة، ومن قبل قيم السلم والوئام والتسامح، وبالتالي المشهد للأسف يعني ليس إيجابي ما دام أن كل دولة تحشد وكل دولة تجد لها من يمدها. روسيا تحشد كما رصد من كوريا الشمالية ومن إيران بعض الأسلحة والطائرات وغير ذلك، وربما الصين بشكل خفي، لكن أوكرانيا بشكل علني تجد الدعم من أمريكا وبريطانيا واليابان وأيضا من دول الناتو. إذن المشهد للأسف هو مشهد تصعيد ومواجهة شديدة، ونتأمل أن يكون هناك أصوات عقلاء توجد حلول يعني جديدة. لا نملك في ظل هذه المعطيات إلا أن نصلي وندعو الله لحماية الشعب الأوكراني وكل الأبرياء. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عماد أبو الرب عضو مجلس القوميات التابع لرئاسة الوزراء الأوكراني، هو بيشير لمجموعة يعني من النقاط والحقائق فيما يبدو حتى الآن إن هي حقائق يعني، ويمكن في صدارتها إنه هذا الصراع مرشح بشكل كبير قوي للازدياد والتصعيد والاستمرار على ضوء معطيات مختلفة، منها التصعيد الغربي اللي بيقابل دائما بتصعيد روسي، خصوصا مع زيارة بقى الرئيس النهاردة جو بايدن، وهذه ليست زيارة سهلة لأنه طبعا بعد سنة من الحرب، وزيارة كمان دقيقة بتزور كييف في عز هذا الزخم العسكري والضربات هنا وهناك، ويستطيع أن هو يدخل في كييف، وتأكيد مرة أخرى أنه دي منطقة للناتو، وبالتالي روسيا أيضا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيارة. ومزيد بقى من برضو الاتحاد الأوروبي بيجتمع، واللهجة الأوروبية في الفترة الأخيرة كلها لهجة تصعيدية، يعني كان الموضوع شوية في النص نام كده، وبدأنا في تصريحات شوية هات وخد ورغبة في رقب يعني أو على الجلوس على طاولة المفاوضات، وكنا شايفين آراء بتشير إلى إمكانية أنه إنهاء الحرب بسرعة أو دي حركة عسكرية ونقعد على ترابيزة المفاوضات بعد كده، لكن الأمور بتتغير وبتتسارع، وبدأ الجانب الغربي برضو بيحشد ويرمم صفوفه ويعيد الهجوم مرة أخرى على روسيا، ويمكن ده كان ظاهر قوي في دبابات اليوبرد الألمانية والإبرامز الأمريكية، وتعهدات بقى بأنظمة مراقبة ودفاع جوي واحتمال نوصل لصواريخ طويلة المدى، قصص يعني إيه كلها مفتوحة. فعشان كده هنروح محلكم لواشنطن، احنا كنا معاكم في كييف، نروح نشوف الموضوع من منظور آخر من واشنطن. هيكون معنا الدكتور نبيل ميخائيل المحلل السياسي من واشنطن بينضم الينا هاتفيا. اهلا بيك يا دكتور منورنا. نور نورك وشكرا على الاستضافه، وانا جاهز للاسئله وتحياتي للجميع. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا كنا في مداخله من اوكرانيا قبل حضرتك، وبنشوف الوضع على الارض وحتى في الداخل الاوكراني فيما يبدو انه كان في استغراب يعني او عدم توقع انه الرئيس جو بايدن هيكون في كييف نفسها، او هنشوف المشاهد اللي كان فيها قدر من الاريحيه في العاصمه كييف على عكس اللقاءات السابقه كانت على الحدود البولنديه او يعني كما قيل. فشايف حضرتك ازاي ايضا مشاهد اليوم واللي بنعرضها على الشاشه دلوقتي وتاثيرها القادم بقى في الصراع الروسي الاوكراني؟
هو بس هرد اولا على الملاحظه اللي حضرتك ابديتها دلوقتي ان هناك نوع من الاستغراب. هو طبعا القياده الاوكرانيه تم اختارها بان الرئيس بالتأكيد سينوي زيارة كييف العاصمة الأوكرانية، وأيضا تم إخبار القيادة الروسية. يعني حتى تعليقات الصحف الأمريكية النهاردة بتقول إن روسيا تم إختارها حتى مثلا لا تكون هناك حاجة مثلا زي غارة جوية تستهدف طائرة الرئيس الأمريكي، حاجة زي كده. يعني طبعا كان في نوع من السرية، لكن تم إختار القيادة الروسية، تم إختار الكريملين ورئيس بوتين، تم ايضا اعلام القياده الاوكرانيه. لكن طبعا الفرد العادي في اوكرانيا او روسيا كان يجهل هذا لاحتياطات الامن. وفي الحقيقه دي يعني بتبين حاجه اسمها الكود اوف كوندكت، او يعني اسلوب معين في القياده ما بين الدول العظمى وبالذات موسكو واشنطن. يعني حتى لو كانت في خلافات عميقه ما زال الطرفان قادران على التفاهم والوصول الى تهدئه او تسويه حال وقوع أمور مفاجئة مثل زيارة الرئيس جو بايدن هذا الصباح للعاصمة الأوكرانية. لكن دكتور، أي تهدئة وأي تسوية؟ ده النهاردة بايدن بتعهد من كييف بمزيد من الدعم العسكري ومزيد من تقديم المساعدات الأمريكية بأشكال وصور، بيتعهد بأسلحة نوعية في وقت أيضا بيجتمع فيه الاتحاد الأوروبي بيشوف آخر ما يتعلق أيضا بالإمدادات. يعني أي تهدئة نتحدث عنها فيما يبدو في شكل الصورة الخارجية أنه تصعيد؟ ما طبعا هيبقى في تصعيد، يعني بايدن هيروح بولندا علشان يخلي قضية أوكرانيا قضية عامة وشاملة لكل الأوروبيين، بما فيهم طبعا الدول اللي كانت شيوعية أو الدول اللي هي كانت أعضاء في حلف وارسو. لكن أنا بقول بس على لحظة وقتية إن الاتفاق كان تم ما بين موسكو وواشنطن، الكريملين والبيت الأبيض، إن يبقى فيه نوع من التهدئة مؤقتة حتى يتمكن الرئيس الأمريكي من زيارة العاصمة كييف. أما الغرض من الزيارة فهو تأييد أوكرانيا، مزيد من الدعم العسكري والاقتصادي لها، وأيضا جعل أوروبا جبهة موحدة ضد روسيا. يعني حتى تعليق النهاردة CNN والإعلام الأمريكي قال في الوقت من الرئيس جو بايدن فيه بتوجه للعاصمة الأوكرانية، روسيا موسكو تستقبل وزير الخارجية الصيني. يعني العالم بيتشكل في نواحي الطاب جراء الأزمة الأوكرانية. أنا باختصار رأيي كالآتي، هيكون في دعم غربي وأمريكي وأوروبي وربما من دول أخرى لأوكرانيا، لكن السؤال المهم، هل تستطيع أمريكا تمكين أوكرانيا من استعادة أراضيها؟ يعني بوتين في غزو لأوكرانيا استطاع الاستيلاء على ما بين 15% ل20% من الأراضي الأوكرانية. فلنفرض أن بدأت مفاوضات سلام، لا أعتقد أن روسيا تسلم أو سترجع كل الأراضي اللي استولت عليها بعد 24 فبراير اللي هو طبعا يوم بيقترب من حالي من الوقت الحالي. فأعتقد أن روسيا كسبت أراضي، وما أعتقدش أن أمريكا قادرة على تمكين أوكرانيا من استعادة تلك الأراضي. طيب، في نقطة كمان أشارت ليها CNN بما حضرتك ذكرت أنه زيارة اليوم بتشكل إحراج لبوتين. هل بالفعل إحراج ولا زي ما حضرتك ذكرت يعني كده كده كل الأمور هذه متفق عليها بالتأكيد؟ يعني لا، هي طبعا إحراج لبوتين لأنها بتخلي الرئيس الأمريكي ضالع شخصيا في الحرب مع ضد روسيا. يعني مثلا ممكن روسيا تفسرها أن أمريكا دلوقتي أصبحت طرف مباشر بالضبط حرب مع أوكرانيا. بالضبط، فبالتالي طبعا هي محاولة يعني لتجديد القبضة ضد بوتين ومحاولة إحراج ومحاولة حصاره. لكن ربما يكون لموسكو أسلوب آخر في التعامل مع تصاعد الضغوط الأمريكية. ويعني مجلة الإيكونومست البريطانية في طبعتها الأمريكية ذكرت امبارح ليه بعض الدول بتأيد روسيا، فقالت مثلا جنوب أفريقيا ساوث أفريكا متضامنة مع روسيا. فهيبقى في نوع من التشكيل الجديد للأقطاب ما بين الدول المختلفة، قد يكون محوره روسيا الاتحادية وقد يكون محوره أمريكا. فدي أحد المعالم اللي هتشكل النظام الدولي
على كنتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وحنشهد هذا على الأقل في الشهور والسنوات القليلة القادمة. يا حضرتك بترجح ان احنا عائدين لنظام الاقطاب يمكن بشكل او نيو فيرجن يعني شكل جديد، لكنه هذا النظام عائد بقوه بدليل حتى ما امريكا معترضه كمان على تزويد الصين لامريكا بما تحتاجه بقى من الطاقه ومن السلاح احيانا، او العلاقات مثلا الروسيه الايرانيه فيما يتعلق ب برضه بعض معدات السلاح واشهرها الطائرات بدون طيار. يعني برضو حضرتك كرؤية عامة كده لطبيعة النظام العالمي، حضرتك شايفنا رايحين فين، وبالذات كمان انه في مشروع مقدم في الأمم المتحدة عدم إدانة روسيا، ولكن يعني وقف نزاع مش عارفين ده، يعني برضو أسأل رأي حضرتك فيه لو ربطناه بالسؤال هل ده ممكن ولا خلاص تجاوزنا كل هذه الأمور، قطار الحرب مستمر ومتصاعد وهيصل بينا إلى مرحلة قطبية جديدة في العالم. أقول لحضرتك هناك معالم جديدة أو خصائص جديدة لنظام جديد من العلاقات الدولية بين الأمم يتشكل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، هتكون يعني إحدى أقطابه لروسيا والجزء الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، بس لن يعني تطول تلك المنافسة كما حدث في الحرب الباردة اللي استمرت من عام 1945 إلى عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. لن تطول حضرتك بتقول. لن تطول. نعم؟ لن تطول. لا يا ليه بقى لن تطول؟ سؤال مهم، عوامل كثيرة، أولها مثلا ظاهرة العولمة اللي بتخلي في نوع من التعامل بكثافة مع كل الأفراد والشعوب والجماعات ونقل الأموال والخدمات والأفراد، فده هيقلل شوية من حالة الاقتصاد. يعني بس هو بوتين بيهاجم الفكرة دي دايما. نعم؟ بس هو بوتين والصين دايما بيهاجموا فكرة العولمة دي، وانه الغرب عايز يحط قيم هم برضو بينتفعوا بيها. هم برضو بينتفعوا بيها، يعني الصين مثلا مجتمع مغلق لكن مع العولمه بتوجد ديها فرص دبلوماسيه كثيره. الامر الاخر ان الحرب مع اوكرانيا مش هتطول، يعني انا في رايي ان بوتين مثلا هيستمر في الحرب يعني ماكسيمم لمده مثلا سنه كمان وبعدين يوقف القتال، بس هو هيتمسك بالارض، يعني مش هيقدر يرجع ارض استولى عليها لاوكرانيا. فأوكرانيا في المقام الأخير هتكون هي الخاسر لأنها حضرتك بتقول إن بوتين هو اللي يوقف، طب ليه مش الغرب هم اللي وقفوا؟ لأن الغرب مش طرف في القتال، يعني ما فيش مثلا زي أيام صدام حسين مش طرف مباشر قتال جندي لجندي، لكنه طرف مباشر بكم السلاح بتكلم عن فوق ال 50 مليار دولار الأسلحة لغاية دلوقتي. أيوه بس أمريكا ما بتحاربش، يعني مثلا أيام الحرب مع العراق جورج بوش الابن او جورج بوش الاب هو اللي بيقود التآلف ضد صدام حسين، مفهوم، غزا الكويت وبعدين في عام 2003، مفهوم. فامريكا مش طرف مباشر، فبوتين هو اللي عنده القوه العسكريه الاكبر، يعني حتى مع وصول الاسلحه من المانيا او من دول اخرى او من امريكا نفسها ما زال الروس لهم تفوق عددي وكمي من ناحيه الافراد والعتاد. فالامر الاخر ان الحرب لن تستمر لفتره طويله، لكن في عدة برضو يعني حاجات مهمة، يعني النظام اللي هيكون فيه استخفاف ده هيكون فيه برضو نوع من المرونة، يعني مثلا أيام مثلا الحرب الباردة كان منظمة الأوبيك بتحدد الأسعار، فبالتالي كان بيبقى فيه نوع من التفاهم بين الاقتصاديات الغربية ما تضرش قوي، يعني ممكن مثلا يبقى فيه ضرر ليهم بس مش بطريقة كبيرة. دلوقتي مثلا في معادلة اسمها أوبيك بلس اللي هو اتفاق ما بين اوبيك وروسيا، فهنا امريكا هتفكر ازاي تتعامل مع الظاهره الاقتصاديه الجديده دي، ان روسيا داخله طرف في تسويق وانتاج النفط بصوره دوليه. الامر الاخر بقى والاهم ان احنا مفروض في الشرق الاوسط في منطقتنا العربيه في عالمنا العربي والعالم الاسلامي نفكر احنا فين، ما هو موقعنا من هذا الاستقطاب الجديد في منظومه او نظام العلاقات الدوليه، ايه اللي هيفيدنا، ازاي نستفاد منه، هل سنكون خاسرين؟ وده سؤال مهم وسؤال صعب، لانه برضو يعني احنا كمنطقتنا العربيه يعني بالذات القوى الفاعله
دائما ما كان ليها علاقات الى حد كبير متوازنه ما بين الطرفين، او احيانا في الماضي كانت بتميل اكتر للجانب الامريكي يعني. فشايف ازاي بقى هذه النقطه مع الجدل الحادث، واحنا في دول يعني سعت لبعض الوساطات او الادوار اللي يعني سواء عربيه او في المنطقه يعني؟ هو طبعا ده يعني سؤال يحتاج الى شرح مفصل وياخد يعني مفهوم. بالاختصار اقول ان امريكا ما زالت تحتفظ بعلاقات قويه مع معظم دول المنطقه، لكن في فرص لروسيا. ازاي؟ روسيا مثلا موجوده عسكريا في سوريا بطريقه قويه جدا. روسيا بتقيم مناورات عسكريه مع الجزائر. روسيا مثلا الخط الطيران الوحيد الموجود لشركه اير فلاوت موجود في دوله الامارات. في مواقع لروسيا قويه في الشرق الاوسط. وطبعا مع استمرار الصراع العربي الاسرائيلي هيكون في تملي حديث عن دور روسيا، لانها طبعا هي طرف كبير في دعم الفلسطينيين. فهيبقى يعني نوع من المرونه شويه في تعامل تلك الدول موسكو وواشنطن مع الشرق الاوسط، لكن احنا برضو لازم نشوف مصالحنا. لازم نشوف ايه الحاجات اللي نقدر نستغلها علشان المشاكل الاقتصاديه تنتهي، علشان يبقى في نوع من السهوله والمرونه، ما يبقاش مثلا حيره من قبل صانع القرار الخاص بالسياسه الخارجيه يروح لموسكو ولا يروح لواشنطن. ودايما في مساحه للمناوره يعني عشناها قبل كده. ممكن دايما في حيبقى مساحه للمناوره، بس برضه يعني ومصر بتلعب دور جيد يعني جدا في ده كمان تحديدا يعني في ضوء المعطيات السابقه يعني. طبعا يعني سياسه مصر الخارجيه سياسه حكيمه متوازنه وبتخدم الهدف القومي المصري. يعني انا مثلا عايش في امريكا بقالي فتره طويله، بقول مثلا ان من خطا ان يعني امريكا فيها اخطاء اقتصاديه كبيره، كمثلا نموذج ارتفاع اسعار الفائده على الدولار، لان ده هيكلف دوله زي مصر سعر صرف مرتفع للدولار، واحنا بنحتاج الدولار علشان نشتري حاجات سلع كثيره خالص وخدمات كثيره جدا. مفهوم. فهو كل واحد يعني لازم يعيد ترتيب بقى اوراقه، مين الحليف الحقيقي، مين اللي هيساعدني في ازمتي، من اللي واقف في ظهري، يعني العلاقات دائما يعني بين الدول فيها تباين، دائما في تباين على اساس المصلحه. انا بقول مثلا يعني لا انا بقول مثلا لو في سياسه مصريه قويه مع امريكا، لازم نقول لامريكا ان السياسه اللي بيحطها بنك الاحتياط الفدرالي خطا. لما ترفع سعر الفايده على الدولار تكلفه القرض اللي باخده مكلفه، فلازم نعمل هذه الرساله. ما دي ضربت الاقتصادات الناشئه كلها، والاقتصادات الناشئه دي منها اقتصادات كثيره حليفه لامريكا، وبالتالي بقى كل واحد حر يشوف مصلحته في هذا العالم المضطرب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. الدكتور نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسيه والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، ودي كانت قراءه تحليليه لاخر ما استجد من فصول الصراع الروسي الاوكراني وابعاده العالميه. هنروح حضراتكم الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مرة تانية. بنحب نفكر دايما وبنقول انه اللي بص لتاريخ الامم هيلاقي انه معظم الفترات اللي عدى عليها عصور الازدهار الكبير، او الفترات اللي حبت الامم تخرج فيها من عصور الظلام لعصور النهضة، كانت بتعتمد بشكل رئيسي واساسي على الترجمة، ترجمة العلوم الاخرى، سهر الثقافات، معرفة ما يحدث في العالم ونقله بأشكال وصور مختلفة. تاريخنا وحضارتنا العربية والإسلامية أولا المصرية كمان كان فيها كتير من النماذج الإيجابية، عصر هيلينيستي، عظمة الإسكندرية بكل ما ترجمته وقدمته من علوم وفنون وفي كل المجالات، الحضارة العربية وحضراتكم درستوا ده يمكن شوية في التاريخ،
مع بداية حركة الترجمة في العهد الأموي خالد بن يزيد وكبار وبعد كده طبعا وصلنا للعصر الذهبي في عصر المأمون وبيت الحكمة ودار الحكمة وكل ذلك وصولا بالأندلس وانتقالك حركة الترجمة إلى أوروبا لتكون هي بداية الرينيسانس ومحاولاتنا أيضا احنا في بداية أو نهاية القرن 19 مع رفاعة الطهطاوي وبداية حركة للترجمة كانت بداية لوصول أفكار جديدة وتأسيس لنهضة جديدة. ولكن الحقيقة رغم كلامنا وأنا بتكلم بشكل مختصر للغاية عن عظمة ودور الترجمة لأنه كمان المترجم هو رسول الحكمة والمعرفة أو هكذا كان يطلق عليه في السابق، بنحتاج إلى نتوقف دائما عن ده. ليه نتوقف عن ده؟ عشان نشوف إيه مشروعنا القومي للترجمة، ماذا نترجم وماذا يترجم الآخرون عنا، إيه اللي بياخدوه مننا، وهل بنقدر دلوقتي في هذا العصر اللي فيه أو ما يسمى بالعولمة وانتقال الثقافات بشكل كبير وحركة تدوير المعرفة في العالم، هل فعلا لدينا إنتاج ثقافي حقيقي أو تراثي حقيقي نقدر ننقله لأوروبا ولا حصل فيه مشاكل؟ وهم كمان بينقلوا عنا إيه؟ العالم كله مش فقط أوروبا بينقل عنا إيه؟ هل إحنا عندنا تخيل للي عايزين ننقله لأوروبا؟ يكفي نقول لحضراتكم معلومتين بسيطتين للغاية، إنه ما يترجم من اللغة العربية عالميا لا يتعدى 1%، بينما ما لو نظرنا للغة الإنجليزية لأن 41% على الأقل مما يتم إنتاجه بالإنجليزية بيترجم. الكتاب اللي باللغة الإنجليزية بيترجم للفرنسية في حدود يعني لما عملوا متوسط قال لك بالكتير 3 سنوات، لكن العربية بياخد 20 سنة. خلينا حضراتكم الفرق في عصر انفجار العلوم وتداخلها مع بعضها، أصبحنا في حاجة بشكل كبير للغاية لترجمة وترجمة على أسس جديدة وتطوير قدراتنا على الترجمة ومعرفة مشروع حقيقي يقودنا للمستقبل من خلال الترجمة. وما أعتقدش أنه في أفضل من يحدثنا في هذا الموضوع من غير علمائنا وأساتذتنا وكبار المترجمين ومن لهم إسهامات كبيرة وحقيقية في الثقافة المصرية والعربية. اسمحوا لي أعرفهم طبعا الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر والمترجم والمثقف الكبير وعاشق اللغة الإيطالية. صح؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا غني عن التعريف الدكتور أنور غيث مقرر لجنة الترجمة بمجلس بغيث عفوا مقرر لجنة الترجمة بمجلس الأعلى للثقافة ورئيس المجلس القومي للترجمة والفيلسوف والكاتب الكبير والمثقف العظيم. وأنا شخصيا بحب كتب حضرتك في الفلسفة وتبسيطها لما قدمتوها طبعا من خلال مركز قومي للترجمة. بشكر حضرتك على وجودك معنا، مبروك الكتاب الجديد المثقفين الفرنسيين على المحك، وكان مصدر أيضا في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي كان فيه أيضا حوار مهم وثري جدا عن الترجمة هذا العام. أهلا بحضرتك ونورتونا. أهلا وسهلا بيك. وآسف الإطالة بس كان لازم نرحب بحضرتكم الترحيب الأفضل. يعني هبدأ مع حضرتك يا دكتور أنور، ويعني هل نقدر نقول إن إحنا عندنا مشروع قومي للترجمة؟ يعني مشروع عارفين أبعاده إيه ورايحين فين وإحنا عايزين نوصل إيه وعايزين ناخد إيه من بره؟ كان في طبعا خطوات ما نقدرش أقل منها، دكتور جابر عصفور حضرتك عملت شغل كبير لغاية، كان في موضوع الألف كتاب في الستينيات لو أفتكر في محاولات، لكن هل لدينا مشروع نقدر نقول متضح الملامح متضح الجوانب ولا لا؟ لا، هو يعني طبعا حضرتك صعب نتكلم عن مشروع واستراتيجية واضحة وهدف وتخطيط بحيث نبقى عارفين هنوصل للعدد كذا في ال5 سنين الأولى، بعد 5 سنين هنعمل كذا. بالضبط. دي يعني خريطة تفصيلية مش موجودة، بس اللي نقدر نلاحظه انه بقى فيه زي ما يسمى عودة الوعي، بانه لقينا نفسنا بعد طبعا جهود حضرتك. يعني قدمت مقدمة عن تاريخ الترجمة من المأمون إلى الآن، وقدمت فكرة عن جغرافية الترجمة، إيه اللي بيترجم من الثقافات اللي لها حظ في الترجمة والثقافات اللي ملهاش. فإحنا كنا وصلنا تقريبا في السبعينات والثمانينات إلى يعني كنا ممكن نحسب هو بيترجم كم كتاب في مصر، بعشرين 50 كتاب في السنة. إلى أن جاء في بداية التسعينات ما يسمى بالإحصائيات المهينة. أستاذ شوقي جلال عمل كتاب بعنوان الترجمة في العالم العربي. وبعد كده تقرير التنمية البشرية اللي طالع من الأمم المتحدة
بدأ يقدم إحصائيات بأنه مثلا اليونان اللي هم 10 مليون بتترجم في السنة أكتر من الدول العربية مجتمعة. أسبانيا اليونان لوحدها هم 10 مليون مع أن ظروفهم الاقتصادية تعبانة برضو يعني زينا يعني مش فيش فرق. أسبانيا يعني بتترجم مثلا في السنة ما يعادل ما ينتجه العرب في 20 سنة. الأسبان مهولين صراحة وأنا عايز أعرف فهنا يعني إيه بدأنا نحس بأنه فعلا ما ينفعش الأمر يستمر بالشكل ده. وكان سبب يعني هذا يعني إدارة الظهر للترجمة والاهتمام بها الثقافة الدينية السائدة بأنه إحنا تراثنا وماضينا هيحل كل المشاكل بتاعتنا وبتاعت غيرنا وهيجاوب على كل الأسئلة التي لم تطرح بعد. وبالتالي فكرة أن يبقى عندك حماس أنك تعرف الآخر بيقول لا ما أنت مكتفي بثقافتك وماضيك. لكن لما تيجي بقى تعمل مقارنة كده على مستوى ورصد لخريطة العالم مين بيترجم ومين بيترجمش هنا بدأت يعني فكرة أنه لا ما ينفعش نستمر بهذا الشكل. ودي بقى فصل واحد يحيي يعني مبادرة المرحوم دكتور جابر عصفور بإنشاء المشروع القومي للترجمة داخل المجلس الأعلى للثقافة. واللي انتهى بأنه عمل 1000 كتاب ترجمة ثم بعد ذلك أسس المركز القومي للترجمة. وكانت فكرته أنه الترجمة داخل المجلس الأعلى للثقافة هي بند في الميزانية وممكن أي أمين مجلس يجي يحاول البند ده لحاجة تانية. فهو كان هدفه أصلا ميزانية وزارة الثقافة كام يعني. فهو كان هدفه أن يبقى في مؤسسة طالعة بقرار جمهوري ولها ميزانية ولها هيكل وشغالة. فده الإنجاز اللي تم في هذا الوقت. وصراحة يعني وعلى مدار حصلت يعني في كتب كتير مركز قومي للترجمة وفي معرض الكتاب كان في كتب كتير طبعا يعني دلوقتي يعني ممكن نقول انه كنا وصلنا للرقم المسلسل في الترجمات المشروع القومي مع المركز القومي الى 3500 كتاب تقريبا. فده كان يعتبر قفزه لو هنعمل رسم بياني. لكن لو حبينا نقيسها على عدد السكان والمعايير اللي عملها الامم المتحده ليه كم كتاب مترجم لكل مواطن عشان نشوف دي دوله متقدمه هنلاقي ما زلنا دون المستوى. وفي معيار عالمي؟ في معايير عالمية ما هي المعايير الأمم المتحدة الأمم المتحدة حتى الترجمة أحد مؤشرات التنمية والتقدم بالظبط. فلما بتلاقي الترجمة أقل من المتوسط العالمي تعرف أنه أنت لسه ما وصلتش. فإحنا فعلا عملنا قفزة لكن مازال الوضع يحتاج مزيد ومزيد من الجهود في دعم وتشجيع الترجمة. طيب وهنفصل في الأمر. دكتور حسين ينفع اسالك نفس السؤال وانت المترجم الكبير انا عارف حضرتك بتتكلم اكتر من اللغه لكن حبك بتهيالي الايطاليه. لا الايطالي طبعا تخصصي الاساسي لكن ده ترجمت من الفرنسيه ومن الانجليزيه ايضا. طب ما احنا لو جينا شفنا مثلا ايطاليا او اسبانيا او مجموعه اللغات اللي من اللاتيني دي هنلاقي انه عندهم انفجار في الترجمه بشكل رهيب للغايه يعني بينافسوا دلوقتي انجلترا وفرنسا اعتقد وحضرتك صحح لي يعني ايه السر في ده؟ الحقيقه ان الامم بتترجم ما تحتاجه اللي محتاجه له بترجمه مهما كان ثمنه ومهما كان تكلفته ومهما كان التعب اللي وراه. عشان كده لما بنتكلم على المشروع القومي للترجمه احنا المفروض نتكلم عن خطه قوميه للترجمه. الخطه القوميه دي اولا تبحث احتياجاتك المعرفيه من الترجمه. الاحتياجات المعرفية هي اللي بتحدد أنا هترجم إيه وهترجم ليه. هل يبدو أننا لا نعرف ما هي احتياجاتنا من المعارف اللي بتصدر في العالم؟ أعتقد أنه بلد زي إيطاليا بلد زي إسبانيا البلاد الأوروبية بشكل عام عندها هذه الرؤية في الاحتياج المعرفي لديها إيه ناقصني إيه في إيه فترجمه فورا. إلى جانب طبعا ترجمة التجارب الإبداعية الجديدة اللي ممكن تبقى تضيف إلى الثقافة النوعية اللي موجودة في كل بلد. يعني أنت لما تيجي تترجم مثلا في إيطاليا أو في إسبانيا أو في البرتغال أو في اليونان نجيب محفوظ هو محتاجين يقروا هذه التجربة الإبداعية الأخرى. هل كتاب محفوظ وإيطاليا محفوظ في إيطاليا مثلا عدى من شوية. وأنا بحس كمان الإيطاليين والأسبان لأنهم أقرب كمان جغرافيا بثقافة مهتمين كمان يعرفوا عنا دائما وتداخل الثقافي ما بيننا وما بينهم كبير للغايه. وحتى الايطاليين متهيئ من احرص ناس على ترجمه الادب المصري والعربي ولا ايه راي حضرتك؟ هو طبعا ده ممكن بس انا يعني لما عملت احصائيه على الكتب العربيه المترجمه الى الايطاليه
من سنة 40 لسنة فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل كان 5 كتب فقط. يا لهوي 5 كتب بس. 5 كتب في كام سنة؟ طه حسين، طفيل حكيم، ما تعداش الأمر كده. وبعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل بدأ الانفجار الترجمي من اللغة العربية، مش بس الأدباء المصريين لكن الأدباء العرب والشعراء العرب عامة، وبقت أسماء معروفة لدى القارئ الإيطالي الأسماء دي. الحقيقة كان في 3 محددات أدت إلى تعزيز إقبال الإيطاليين على ترجمة المعارف والأدب العربي. أولها الفوز بجوائز عالمية، يعني أنت بتكلم على نجيب محفوظ، عبد الفتاح كليتو، في أسماء كده أخذت جوائز من فرنسا ومن إيطاليا. ودول ما خدوش إلا لما ترجمت أعمالهم برضو، عشان الناس تجمع صح يعني، برضو ترجمة الأعمال هو اللي بيعرف الناس إحنا مين بالظبط. بس هي ترجمة هنا ليها شروط حولها لحضرتك دي. إلى جانب الهجرة الشباب العربي اللي هاجر إلى كل أنحاء أوروبا وخلق واقع ثقافي محلي متعدد الثقافات، وبالتالي كان في احتياج لمعرفة مين دول وثقافتهم إيه وكيف يمكن دبجهم في المجتمع المهاجرين، إلى جانب بقى ظواهر التطرف والإرهاب اللي أدت بيهم إلى أنهم يدرسوا ما هي أسبابه، ايه الباك جراوند الثقافي بتاع ظاهره العنف الديني اللي انتشر وحمل معاه اتهام مباشر وغير مباشر للمنطقه دي بثقافتها واديانها ولغتها وكل حاجه. فدي 3 حاجات ادت الى انهم يهتموا ب احنا بقى، وده بسبب ادعى ان احنا نهتم بالترجمه خاصه مع كل التهم اللي عماله تكال لينا، العنف والارهاب وغيره، يعني نبدو في ان احنا محتاجين ان احنا نقول لهم تعالوا النبي ترجموا حاجات نعرفها ثقافتنا الحقيقه الاصليه. هم بتقول ايه؟ بيحتاجوا يعرفونا حاجه بيدفعونا الى ترجمته، يعني انا هقول لك مثلا المركز الثقافي الفرنسي بيدفعونا الى ترجمته، المركز الثقافي الالماني جوتا، المركز الثقافي الايطالي في القاهره بيدعم الترجمات اللي هم عايزين يخلوا المتلقي العربي يعرف. ده من حقه، من حقه. احنا لازم نعمل كده بالظبط، لازم ندعم الترجمات العكسيه دي اللي هي من العربيه الى اللغات دي عن طريق ممثلين الثقافيين في الخارج يقدروا يتصلوا بدور النشر، لانه هو احنا كان عندنا تجربه في الستينات والسبعينات، ترجمنا كتب كتير من الادب العربي الى اللغه الانجليزيه عن طريق الهيئه العامه للكتاب، كانت اظن قبل كده كان اسمها الهيئه المصريه للكتاب او حاجه زي كده، لكن فضلت موجوده هنا في القاهره ما راحتش للمتلقي بتاعها على الاطلاق. وانت ما ينفعش ان انت تبتدي تترجم هنا الادب العربي الى لغات اجنبيه وتنشرها هنا، ملوش اي لزوم. لازم تنشرها هناك، تنشرها هناك وان تدفع دور النشر اللي هناك الى انهم ينشروها. وما ده السؤال بقى ليه انا ما يعني، هل في فكر مثلا على نطاق الدوله انا هتروح مثلا اتعاقد مع دور النشر الفلانيه او مع وزاره الثقافه، وزاره الثقافه او الهيئات، انه هتعاون مع دار الترجمه لفلان او دار النشر فلان بحيث انه اعمالي مثلا اللي بعملها تخرج للسوق الاسباني، للسوق الايطالي، للسوق. هل عندنا الميكانيزم ده ولا ده مش موجود؟ الحقيقه هو موجود بشكل فردي، يعني في تجربه للهيئه المصريه العامه للكتاب مع معهد الشرق في روما لترجمه الاعمال ونشرها بالايطاليه، ونشر يوسف ادريس، انا ترجمت فيها روايه لفرح انطون من العربيه الى الايطاليه، لكن ده بيفضل دايما جهد فردي. انا بطلب من جامعه الدول العربيه ان تقوم بهذا الدور، لانه الحقيقه اللغه العربيه مش بتاعتنا احنا بس، بتاعت دول كتير جدا جدا، دول عربيه كتير ولديها موارد كافيه، وهي لغه محتفى بها في الامم المتحده، يعني في يوم اللغه العالمي للغه العربيه بتحتفل بيها الامم المتحده. فمش معقول انا هقول انه مصر هي المسؤوله عن ترجمه الادب والفكر العربي، حتى لو الانتاج ده مصري، لكن في انتاج عربي ايضا لازم الناس كمان بره تعرفه وتصحح الصوره. الصورة لن تصح ولن تصح إلا إذا عثر الغربي على
الفكر الأصيل، مش اللي هو عايزه، اللي أنا عايزه. اللي بيترجم دلوقتي في أوروبا، ويمكن دكتور أنور يعني يسعفني في هذا، في فرنسا مثلا بالشروط اللي عايزها القارئ الفرنسي، كلام عن المرأة، عن الجنس أو النوع، كلام عن الاضطهاد السياسي، هم عايزين كده، هم عايزين يقروا عن هذا الجزء من العالم بمزورهم هم بفهمهم هم. هم عايزين كده، انت مش عايز كده، يبقى انت مش عايز كده، انت لازم تشجع، لازم تدفع. هي الاشياء اللي كلها معاناه في الشرق يعني والناس دي طالعانه عينيها والناس دي يعني مشكلات الاقليات ومشكلات مش عارف يعني حاجات، العنف ضد المراه، اضطهاد النساء، يعني حاجات كتيره جدا هم عايزينها. فبينقوا من انتاجنا ما يصلح للقارئ بتاعهم اللي هو عايز ده، وهو عايز ده الحقيقه القارئ بتاعهم، مش عشان هو بيحب الحاجات دي، لا، هو الإعلام الغربي هيئ له الصورة على هذا النسق، وبالتالي هو محتاج ان هو يقرأ ما يثبت ما تقوله له وسائل إعلامه. طبعا دكتور دي ما بنعملش دكتور زيهم. هو طبعا دي يعني وحاجة تانية برضو لو ربطتها يعني، طيب ممكن حتى في يعني انتاجنا الحالي، وانا هاجي لحضراتكم في الحته دي، ماشي بقى في قصور، لكن مثلا البعض كان بيقول طب احنا بما ان احنا مثلا في حديث دائم دلوقتي عن تلاقوا الحضارات او صدام الحضارات او ما يحدث في العالم من التجاذبات يعني برضو على اساس الثقافه والمنشا وغيره، طب ما نرجع نترجم الحاجات القديمه، عندنا الاعمال الخالده الكبيره اللي هم ترجموها بالمناسبه، بس ترجمت طبعا قديما، ترجمش لي حاجات ابن سينا تاني، ترجمش لي حاجات البيروني، جابر بن حيان، الكندي، الفارابي، كل ده اللي احنا بنقعد نتشدق باسمائهم، وابن رشد مره اخرى وغيره، وان كان هم ترجم يعني دايما ما بتتمش تقديمها بقى باساليب حديثه تروح للقارئ الشاب بقى نفسه، مش ترجمه زي ترجمه الجامعات الاكاديميه للاغراض يعني، حضرتك فاهم قصدي؟ فاهم. لا طبعا يعني هو بص حضرتك طبعا يعني الدكتور حسين اشار الى انه لما بنيجي نتكلم عن الترجمه العكسيه خلاص بنتكلم كعرب مش كمصريين بالظبط اللغه، ففي يعني في تراثنا اسماء ما بقتش محتاجه لمحامي عشان يطلب انه هنا تترجم. يعني الكندي، رسائل الكندي والفارابي وابن سينا، انا قابلت في ايطاليا مترجم بيترجم كتاب الشفاء لابن سينا، فقلت له ده 28 مجلد، قال لي ما انا في المجلد السادس وطالع بالايطالي. فيعني دي وبذات الفلاسفه والعلماء دول اللي هم اساسا الثقافة الدينية الأصولية كانت بتكفرهم وبتعتبرهم أنه لازم نهمشهم وناخدش أفكارهم، هم دول دلوقتي أما تيجي تشوف ابن خلدون ترجم لكام لغة في العالم، حوالي 40 لغة مقدمة ابن خلدون. فدول يعني إيه بيترجموا باعتبار تحولوا بالفعل إلى تراث الإنسانية مش خاص بينا بقى. إنما هي المشكلة في لكن أحيانا بيترجموا مش نسخ سهلة البيع الأشخاص العاديين. اسمح لي أتدخل يعني ينفع حضرتك يعني أقول أتدخل هو الدكتور أنور حيقبل تدخلي على زي أديك مثال بسيط خالص برضه إنه كان في مشكلة دايما لما نيجي ننقل الفلسفة من الألماني للعربي تلاقي في صعوبة مش عارف برضه الأدب الألماني وكبار مفكرين بتوع القرن 18 و19 هم أصلا لغتهم صعبة وأفكارهم صعبة، فكنت دايما لما تحصل الترجمات تلاقي انت مش فاهم حاجه، فانت محتاج في الكتب التراثيه الطويله جدا الصعبه جدا اللي بلغه مختلفه عن لغه العصر اعاده كتابه. لازم تعيد كتابه طبعا عن طريق التاليف، هو في النهايه هنوصل لما بدا به الدكتور انور، منتجنا الثقافي القابل للترجمه فين هو؟ فين؟ هو الحقيقه قليل، ولابد انه يبقى في جهد لاعاده كتابه التراث بشكل عصري، وخصوصا في نقاط كتيره تم تجاوزها. يعني مثلا انا ما اقدرش النهارده اتكلم على ابن رشد على انه فلسفه حديثه، لكن تاريخ الفلسفه تجاوز المرحله دي ووصل الى مراحل اخرى، لكن يجوز جدا في النقطه دي معلش المجلس قدم هنا حاجات بديعه جدا في تبسيط الفلسفات
الغربيه بكل اشكالها وصورها. يعني الحقيقه انا طلعت على كثير من النماذج كانت جيده جدا. هم عملوا كده. عملوا كده. بالظبط. هم عملوا كده. هم بسطوا منتجهم المعرفي، وبالتالي اصبح قابل للترجمه بسهوله، واصبح قابل ان يوصل الى المتلقي بشكل اسهل. ما هو حضرتك هو طبعا في على مستوى ترجمه العلوم الانسانيه يعني عندنا نوعين من الجمهور. في الجمهور العام اللي لازم يعرف وصلنا لفين على مستوى العالم في علاقة المواطن بالدولة، علاقة الزوج بزوجته، علاقة المدرس بتلاميذه، كل دي مفروض تترجم بلغة مبسطة بحيث المثقف والقارئ العام يقدر. وفي بقى ترجمة للباحثين اللي هم المتخصصين. فأنا من متخصص فلسفة لو أعرف هيجل كويس ودرسته وأعرف مثلا ديكارت وكانت وحكتب دلوقتي رأيي أو مقال أو كتاب عنهم وأقدم فيه رؤية نقدية، بس أي واحد هيقرأ دلوقتي يقول ما الكلام ده احنا عرفناه من زمان وعايزين حاجة جديدة، فأنا مش هبقى باحث جيد إلا إذا كنت ملم بالإنتاج الجديد الموجود في العالم في المجالي، في سواء أنا أنثروبولوجي أو سوسيولوجي أو علم نفس أو فلسفة. ودي كانت مهمة المركز القومي للترجمة، لأنه دور النشر زي ما حضرتك أشرت بتهتم بترجمة الكتب اللي هي الأكثر مبيعا اللي هتتباع سواء أدب وده طبيعي أو الكتب ذات يعني الضجة السياسية زي مذكرات هيلاري كلينتون، هتلاقي دور النشر بتتخانق عليها لأنها هتبيع. لكن كتاب عن يعني تطور الفيزياء من نيوتن إلى أينشتاين يعني لازم يترجم، بس مش هيتباع بال عندنا نموذج مثلا مسألة فلسطين 10 مجلدات ترجمه المرحوم بشير السباعي لوحده، ودي مش كتب هتتباع كده تتخطف، بس لازم تبقى موجودة في المكتبة العربية لأي باحث عايز طبعا يبحث في تاريخ مسألة فلسطين. وما ينفعش نسيبها بس للي بيعرف اللغة الفرنسية. وعلى فكرة غير شباب باحثين، في شباب جديد دلوقتي والله أنا أعرفهم بيدور فعلا وعايز يوصل ل يعني احنا في عصر كمان التبست فيه بقى الأفكار، فالناس كلها يعني في شباب قد كتير بيحاولوا يرجعوا ان هم عايزين يشوفوا اصل الامور ايه، ولكن بنتوه بقى في المراجع وبتاع. ما يعني اشرت بقى لانه احيانا الترجمه بتصعب حتى النص الاجنبي لانه المترجم ما بيبقاش ملم بالمصطلحات. ايوه عشان كده ذكرت الموضوع الالماني في الفلسفه والترجمه. بس حاجات نيتشه مثلا طبعا كل ده عدل وطلعت. بس لما تيجي تشوف اللغه العربيه مثلا ايام الطهطاوي اللي هو كان بيكتب بيها تلخيص الابريز اللي كل فقرتين تلاقي بيت شعر والكلام بالسجع، مش هي دي اللي بنكتب بيها دلوقتي؟ طبعا مفهوم. وهذا التطور في اللغه العربيه بحيث انها تحولت الى لغه حديثه بعيده عن البلاغه والاطناب القديم كان بفضل الترجمه. ويعني تعبيرات كتير احنا بنستخدمها دلوقتي اساسا جايه اخذ في الاعتبار، لو انت قريتها في كل التراث العربي مش هتلاقي الكلمه دي مكتوبه، بس دلوقتي اخذ في اعتبار وكذا. فهنا احنا لما بنترجم الحاجات دي اللي ربما القارئ يحس انها غريبه عليه بنساهم في تطوير اللغه العربيه وبنساهم في متابعتها للقضايا المطروحه في العصر اللي احنا عايشين فيه. يعني حضرتك مش ضد يبقى في اكتر من ترجمه نفس الكتاب مثلا؟ لا، في ناس بتقول احيانا ممكن يبقى اهدار طب ما نترجم اشياء ثانيه، وفي ناس بتقول لا طب ليه لا، احيانا كل واحد وقدرته على تركيبه اللغويه وفهمه، ويعني برضو ممكن انا عارف حضرتك تياري تميل للراي ده. يعني هو يعني حضرتك مثلا القران الكريم تركي من الفرنسيه 70 ترجمه من القرن ال 18 الى اليوم، وبتبقى ترجمه طالعه جديده مثلا جاك بيرك، وبعدها بشهرين بتلاقي ترجمه لشراقي، وبعدها شهرين لجمال بن شيخ، وكل ده للكتاب واحد اللي هو القران الكريم. جارودي وحضرتك ترجمه الجارودي اعتقد ترجمه ليه ترجمات كتير كتير. فهنا هو بيبقى المترجم هنا عنده يعني رؤيه وفكر ورا الترجمه. انا قابلت في ايطاليا برضو استاذه في جامعه سيينا وترجمه القران، فانا بقول لها ايه اللي خلاك الترجمه؟ قالت لي احنا عندنا ترجمه قديمه مش عارف جلدوني او حاجه جديده بوزاني. فهو بوزاني ده كان مترجم القران على اساس انه دي قمه البلاغه العربيه، فلازم يترجم بقمه البلاغه الايطاليه. فعلا يعني افضل لغه ممكن تتعمل. فاما بتقول في الفصل الاقي الاولاد يقولوا لي كلام غريب جدا عن الثقافه العربيه، اقول لهم ازاي ما تقرا القران؟ فبيقول لي بنقرا ما بنفهموش، فحبيت اعمل ترجمه باللغه البسيطه مفهوم اللي الناس بتقراها وبتتكلم بيها.
والدافعين نبيلين رغم انه يعني طبعًا. هو عايز يعمل طبعًا. حاجه فعلا تعيش للزمن كده كعمل ايطالي بلاغي، وهي عايزه تكتب بحيث ان الشباب لو قرا يفهم. فهنا ده مبررات لانه ممكن تتعدد الترجمه ويبقى التعدد مقبول يعني مش مرفوض. ده ممكن يبقى ضروري ولازم يبقى ضروري يعني لما يبقى في ترجمه مثلا، انا هاخد كوميديا الالهيه كسبيل المثال، ترجمه حسن عثمان ترجمه قويه جدا مليئه بالشروح والتعليقات، لكنها عسيره التلقي يعني مش بسهوله تتقري. ففي بعض اعمال شكسبير لازم يعاد ترجمتها في كل عصر بالمستوى او المقام اللغوي المناسب لهذا العصر، والا هتفضل ترجمات نوتران غير مقروءه النهارده. طب وده ياخدنا للسؤال مهم عن فكره ما يحتاجه المترجم بقى، يعني انه ايضا اصبح في تحديات عصريه للترجمه كمان مع تعدد اللهجات وكمان بعدنا عن اصول منشا اللغه، تطور العصر ودخول، فاصبح في تحديات كمان متهيألي اضافه الى ما سبق على المترجم. فحضرتك شايف ايه اللي نعمله عشان نقدر نساعد في خروج مزيد من المترجمين وعلى درجه قويه ونقدر نستفيد منهم في عمل مشروع حضاري؟ يعني الحقيقه يعني ده انت جيت على الجرح، يعني ان هو المترجم محتاج، ان هو محتاج حقيقي ان هو يبقى مدعوم، لان الترجمه نشاط ذهني ليس خفيفا طبعا، هو تقيل. وانجاز العمل الترجمي بياخد وقت طويل جدا جدا جدا، والمقابل المادي بتاعه ضعيف للغايه. انا بتكلم على النهارده، يعني لو انا ترجمت كتاب في المركز القومي للترجمه هقعد فيه حوالي سنه ونص او سنتين واخد فيه 5000 جنيه مثلا. يا يعني انا هقعد سبعه يعني حاجه كده، يعني مفيش حاجه كويس. وممكن كامل جدا يخصم منه، لان الجهاز المركزي للمحاسبات بيراقب المصروفات دي فيقول لك لا انت تاخرت، العقدك فيه تاخير 5 ايام فيتخصم منك 1000 جنيه عشان انت تاخرت في تسليم الترجمه. وبعض الترجمات تمت بالفعل وتسلمت والمترجم دفع علشان اتأخر. عشان اتأخر طبعا، مع ان زمان قيل يعني ايام ممكن بيعطى المترجم وزنه ذهب كما قيل لما كان في ذهب. الحاجة التانية انه تدريس الترجمة سواء في المدارس او في الجامعات مشي دايما لحد وقت قريب على طريقة كلاسيكية تقليدية لا تسهم في صنع مترجم جيد. دراسات الترجمه تقدمت جدا 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 جدا، ولكن احنا لسه في دراسات الترجمه في وضعنا اللي كان في الخمسينيات. ممكن تدينا مثال موضح كده برضو للناس تفهم؟ انا هقول لك مثال الدكتور عناني رحمه الله. رحمه الله، وكان في ندوه خاصه ليه كبير مع الكتاب دكتور عناني، كتابه الكبير المشهور اللي قعدنا ندرس بواسطته 20-30 سنة، هو كتاب فن الترجمة. لكن دكتور عناني نفسه عندما اطلع على دراسات الترجمة الحديثة غير هذا المنهج في الكتب تدريس الترجمة وعمل نظرية الترجمة. نظرية فرق كبير جدا بين فن الترجمة ككونسبت ونظرية الترجمة كعلم. الحقيقة هو بقى علم. طبعا كان بيقول مترجم خائن. مترجم طبعا، يعني هو خيانة المترجم على فكرة مطلوبة. يعني المترجم إن لم يخن فيصبح إيه غير أمين في النقل. يعني هو في خيانته أمانة، لأنه إيه اللي بينقله من النص هو ده المهم. لو بينقل حرفي ويبقى وافي جدا للنص الاصلي يبقى خان المؤلف الاصلي. لكن لو ترجم الروح، الثقافه، الرساله، الدلاله، هيبقى افضل كتير جدا من الاخلاص في الترجمه. الحقيقه ينفع اسال حضرتك نفس السؤال بس نروح فصل الاول، لان حضرتك بقى يعني ايدك في الموضوع في المستويات عده، سواء يعني تنفيذيه او حتى كمثقف ومبدع كبير. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل، وانا الحقيقه مستمتع جدا بحوار مع اثنين من عمالقه ادب المصري والعربي، فخلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
أهلا معكم مرة تانية في 90 دقيقة وحديث شيق عن الترجمة مع قامتين كبيرتين. مرة أخرى بنرحب بالدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس مجلس قومي للترجمة سابقا، والدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر والمترجم الكبير. أهلا وسهلا بحضرتك ونورتكم مرة تانية. وقبل ما نروح لفاصل كنت بتحدث مع الدكتور حسين حوالين فكرة التحديات أمام المترجم، وحضرتك أيضا عايشت ده بقى بأشكال وصور مختلفة كمسؤول وكمترجم. طيب. فشايف ازاي ما نحتاجه في الفترة دي عشان نرتقي احنا حتى بإمكانياتنا في مجال الترجمة، خاصة كمان الناس كتير بتشتكي ان معظم الترجمات بين انجليزية وفرنسية معظم الأجب، لكن مثلا العالم بدأ يحصل فيه فجار معرفي وعندنا الأدب الياباني والأدب الكوري والأدب الصيني، ما فيش حد بيترجم الصيني يعني، وفي مترجم يعني مش كتير، احنا فينا بمترجمة واحدة مؤخرا لكن مش كتير يعني. لا هو يعني مثلا احنا دلوقتي في المركز القومي للترجمة وصلنا ان احنا بنترجم من 35 لغة مختلفة، وفي اختيارنا للكتب بندي بقى أولوية للغات اللي هي ما خدتش يعني ايه حظها، مثلا الأسباني عدد المتحدثين بيه كتير جدا لكن اللي بننتجه فيه أقل من يعني الإنتاج والناس اللي بتتكلم اللغة دي، فبيبقى فيه نوع من التمييز الإيجابي لصالح هذه اللغات. بس هي بيظل برضو يعني حاجات في الأدب اللاتيني قريب منا كمان بالظبط، في دلوقتي مترجمين ياباني ومترجمين اسباني، وخصوصا بعد ازدهار فتح اقسام اللغات، ودي يعني بتعبر عن شعور الشباب بانه العالم بيتشابك، وهنحتاج في جميع الاحوال مترجمين بسبب كثره التصدير والاستيراد، كثرة المحاكمات اللي بتتم فيها ناس مدانين في بلد تانية، كثرة الأخبار اللي لازم نترجمها وننشرها على الناس، فبقى في شعور بقى يعني مثلا كلية اللغات والترجمة دي كلية جديدة، ما كانش لو اتفتحت مثلا من 20 سنة فاتوا ما كانتش هتلاقي طلاب، لكن دلوقتي بتلاقي طلاب كتير، ففي شعور بأنه العالم محتاج ترجمة أكثر فأكثر. وكان زمان في اعتقاد بان الترجمه دي خطوه اولى تسبق الابداع، فكم سنه ترجمه وبعد كده نبدا احنا. دلوقتي يعني الدول المتقدمه الكبيره زي المانيا يعني مش محتاجه تتقدم اكتر من كده، لكن بتترجم اكتر مننا، فالترجمه هي ما هياش يعني خطوه من اجل التقدم، حتى مع التقدم هي خطوه مهمه، معرفه قوه. اما فيما يخص بقى يعني هموم المترجم او هموم المسؤول عن مشروع للترجمه، فيما يتعلق بالمترجم في توترات بتقابل الواحد وهو بيترجم، وهي توترات مثيرة، وهي دي اللي بتخلي للترجمة سحرها وبتخلي الواحد يقبل عليها بشغف، ده اللي وده اللي بيضمن ترجمة سليمة، أما الإنسان يبقى بيتوجه لها بكل مشاعره. يعني أحمد رامي قال تعلمت الفارسية خصيصا لكي أترجم رباعيات الخيام. الله. فيعني ده هو مش ما كانش ناقص مجد ولا يعني، ورغم ذلك فده اللي هيضمن. فبالتالي اختيار الكتاب كل ما كان القارئ اللي قراه هو اللي متحمس لترجمته وشايف انه مهم، بنضمن انه هيترجم بذمه ويعملها كويس. التوترات بقى اللي بتواجهنا مثلا انه احيانا انت بتبقى يعني بين اختيارين، الوضوح ام الدقه. عشان تبقى دقيق هتعمل عبارات ممكن القارئ العادي ما يفهمهاش بس هتبقى دقيق. عشان تبقى واضح هتضطر يعني ايه تستبعد بعض الدلالات في النص الاصلي بس عشان تبرز دلالات اخرى. او كان في شلاير مخر، وده يعني عالم لغوي كبير في المانيا، كان بيقول هو بيترجم محاورات افلاطون للالمانيه. قال قبل ما ترجم كنت قعدت اسال نفسي، هو انا هجيب افلاطون يعيش معانا في المانيا دلوقتي ولا هاخد الالماني اعيشه في اثينا اللي كان عايش فيها افلاطون؟ فدي هتفرق في اختيار الالفاظ والمصطلحات. هو اختار طبعا ان احنا ناخد الالماني يعيشه مع افلاطون في القرن الخامس قبل الميلاد. فدي كلها بتبقى ايه يعني توجهات الواحد بيواجهها وهو يعني بيترجم، وفي الاخر في النهاية المترجم مفروض يبقى أقوى في لغة الأم عن اللغة اللي بيترجم منها، لأنه في النهاية النص هيخرج باللغة العربية
واذا كان واحد بيتكلم انجليزي يعني زي اهله وممتاز بس مش قادر يعمل نص عربي كويس هيبقى مترجم مش كويس. فهو الاساس بس انه يبقى يعني، وده اهميه بقى انه في الترجمه يعني يمكن في اقسام اللغات دلوقتي لما اهتموا بالترجمه يعملوا شعب ترجمه بس ما بيدرسوش فيها عربي ولا بلاغه ولا نحو ولا بتاع، فبيبقى الطالب خارج ومعاه ليسانس لكن مش قادر يعمل نص عربي متماسك. فدي كلها مشكلات. المشكلات بقى في موضوع مشروع الترجمه هو انه بنبقى بنتعامل مع المترجم تعامل تعاقد، لكن احيانا المترجم بتحصل له يعني مشكلات واحيانا ينجز ترجمه نلاقيها مضطره تحتاج لمراجع فنشوف مراجع، واذا كان المترجم مثلا حكايات في الاقتصاد او في الفلسفه او في القانون وهو مش متخصص هنبعتها بعد كده لواحد متخصص، فدي بتطول فتره الترجمه. فمع الناشر الاجنبي بتبقى مشكله لانه بيبقى عايزنا نطلع الكتاب في مدى معين فممكن نتجاوز. كل دي حاجات ينبغي ان تدار، واحيانا قد يحدث انه تعبنا وترجمنا وفي الاخر الناشر الاجنبي قال لا خلاص خلص التعاقد معاكم ما تطلعوش الترجمه اللي انتم عملتوها. دي بتبقى مقبوله زي بالظبط التسرب الدراسي، لو انت مدير مدرسه وفي 2% بيتسربوا بتبقى تقريبا ده النسبه اللي في التسرب، لكن لما يوصلوا 20% يبقى انت مش عارف تمشي المدرسه كويس. فهذه المشكلات لو هي فرديه مره او 2 في السنه او بتاع مقبوله ومطروحه وكل دور النشر بتواجهها، لكن لما بتزيد بيبقى كده معناها الاداره مش ماشيه كويس. فهو مفروض يعني يبقى في ايقاع محكوم كويس في عملية الإصدار. يعني سألت ناس أحيانا بيقولوا بيبقى نقص التشجيع، يعني إحنا مثلا برضو من الحاجات وأخد رأي حضراتكم يعني بقى نسمع عن جوائز كبيرة في الترجمة ودول عربية أيضا بتأخذ مكانها، هقول جائزة حمد القطرية وقيمتها كبيرة يعني للغاية مش عارف تصل 350 ألف دولار حاجة يعني لو أنا 50 يعني مجمل الجوائز وجائزة الترجمان ايضا من الشارقة، وعندهم هم عاملين بيت الحكمة برضو يعني جائزة الملك فيصل برضو وجائزة الملك فيصل طبعا لدينا جائزة رفعت الطهطاوي ولكن ما بتاخدش حظوها في الاعلام او في المعرفة او في الانتشار او حتى في القوة المادية اللي احيانا بتكون ضرورة ايضا المترجم. صحيح هو لازم يبقى فيه تقدير، والحقيقة لازم نتكلم عن المترجم كمهنة يقدر يعيش منها، وطبعا الجايزة في الآخر بتبقى تتويج لعمل المهني ده. يعني معظم المشاكل اللي اتكلم عنها الدكتور أنور لو عندي مترجم متفرغ للترجمة تقريبا هنتفادى متفرغ مهنته شغلته كده شغلته ترجمة. أنا بترجم في الوقت الفاضي واظن الدكتور برضو انور كده، واحنا لسه كنا بنتكلم في لجنه التاليف والترجمه والنشر اللي اتعملت 1913 عملها مجموعه من خريجي مدرسه المعلمين وهم قاعدين على مقهى ففكروا يعملوا لجان لبحث الحاله المصريه. لازم يبقى في تنظيم لمهنه الترجمه وحدود دنيا لاجور المترجم، يعني ما يقلش عن كذا يعني عشان على الاقل اضمن له انه يرتزق ويكتسب رزقه من هذه المهنه واخد المنتج بتاعه. بعضهم بيتسرب للترجمه الفوري والنيوز وكده بيقول لك اسرع واكثر طبعا ريوردنج يعني غير ما تقعد بقى تشتغل على كتاب وتبحث وتطلع دي اساسا مهمه يعني كليه الالسن بس يعني بيتسربوا للجانب اللي هو اكثر التجاري التجاري بيكسب كويس بس انا عايز اقول لك يا دكتور انور في النقطه بتاعه اللغه العربيه في كليات اللغات والترجمه لا احنا عندنا مناهج لغه عربيه الى جانب اللغات الاجنبيه اساسيه ولا يتخرج الطالب بدون دراستها. يعني عندنا 7 كورسات لغه عربيه ما بين النحو والصرف وما بين الاتجاهات الادبيه وما بين النصوص القديمه والجديده وكل ما يعين المترجم على انه يقرا نص عربي كويس وانه ينتج نص عربي كويس. يعني ده جزء اتعمل حسابه حتى في جامعاتنا الاصليه جامعه حلوان مثلا العربي بقى جزء اساسي من دراسه اللغات.
دي اسمها عدة المترجم، يعني العدة بتاعته هي ايه؟ هو انه يمتلك الثقافتين، معرفة الثقافتين معرفة قوية، ويمتلك فهم اللغتين وأصياغة باللغة الهدف. اللغة الهدف اللي في الحالة نستحسن دائما طبعا أن يترجم المترجم إلى لغته الأم، ما يترجمش إلى لغته المكتسبة، يترجم إلى لغته الأم لأنه أقدر في طبعا تعبير بها عن كل المرامي اللي يقدر ينقلها من ثقافة أخرى. دكتور أنور، بقى إحنا نوصل إيه في آخر السؤال، نوصل إيه للآخر؟ محتاجين نوصل إيه للآخر لم نوصله لغاية الآن؟ هو يعني في ظل إنتاج أدبي وعلمي وثقافي وفلسفي نقدر نقول ضعيف. طيب يعني هقول نوصل إيه لطرفين، الطرف الأول نوصل إيه لأنفسنا، ثانيا نوصل إيه للآخر. لأنفسنا يعني بالنسبة لأهمية الترجمة تقريبا في إجماع لأنها مهمة. لو سألت أي واحد في الشارع هقول لك مهمة، بس هذا الوعي بأهمية الترجمة لم يترجم إلى مشروعات وقرارات تسير في دعمها. فاللي عايزين نوصله إنه متخذ القرار بالضبط، متخذ القرار واللي معاهم الميزانيات هم اللي هذا الوعي بأهمية الترجمة، اللي واعي بيه كل حد. ما حدش دلوقتي يقول لك بلاش ترجمة أو مش مهمة، ده يترجم إلى مؤسسات دعم، خطط استراتيجية، وكلاء للترجمة وهكذا. فيما يتعلق بقى نوصل إيه للآخر، طبعا يعني حضرتك أشرت إلى أنه في يعني عدم توازن بين ما نترجم وما يترجم عنا، واللي بيترجم عنا قليل أوي. والدكتور حسين قال والله هما بيترجموا اللي محتاجين له، لكنه أضاف طبعا وعنده حق في أنه مش لازم تبقى أنت أسير لما يحتاجون إليه من عندك، أنت لازم تدفعهم. فإحنا في المركز القومي للترجمة أخذنا منح للترجمة من روسيا ومن الصين ومن إيطاليا ومن أسبانيا ومن فرنسا ومن حتى أوروغواي ومن الأرجنتين ومن المكسيك. كل دي الدول بتيجي تقول هنديكوا فلوس عشان تترجموا للأديب الفلاني أو للكاتب الفلاني. قعدت ادور في مصر هل في يعني مؤسسه بتعمل الحكايه دي؟ مفيش، مش موجود. يعني احنا محتاجين صندوق مخصص للترجمه للغات الاجنبيه، وتتعمل بقى لجنه تختار نصوص طبعا يعني ده هيصب كمان في فكره الجوائز. ما انت عايز تاخد تنافس عالميا، تاخد جوائز، تاخد تقدير، تاخد تكريم، لازم الناس تشوف انتاجك. وحاجه ثانيه مهمه، تخش في نوبل تاني بدل ما تفضل كل عمرك يعني هو نجيب محفوظ. يعني الدكتور حسين اشار الى انه بعد جائزه نوبل نجيب محفوظ زاد ترجمه الاعمال من العربي الى الايطالي، بس هنلاقي الغالبيه ادب. الرسائل في العلوم الانسانيه محدوده، او في الفلسفه او في الفكر عموما. ده طبعا نتيجة للضعف العام للمنتج، لكن في بعض الرسائل مهمة مثلا عن حالة المرأة، عن تطور الوعي النقابي، عن مش حاجات مهمة للآخرين يعرفوها، ورسائل قيمة عندنا وكتب ممتازة وممكن تبقى مفيدة على مستوى العلوم الإنسانية على مستوى العالم. لأنه عايز يدرس دراسات شرقية يعني بيجي عندنا. أنا رحت يعني كنت في فرنسا قابلت ناشر هناك وقلت له في ظل الصراع اللي تتناول الأخبار بين الشيعة والسنة في كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين، يا ريتني ترجمه فرنساوي والناس هتستفيد منه بدل الحاجات اللي بيعملها الصحفيين اللي بتبقى مليانة بأغراض خفية. فقال لي طبعا كتاب عظيم، بس أنا خايف أعمله ومعرفش أبيعه وأخسر فيه، القارئ الفرنسي مش هياخد باله مين ده ولا أهميته. طب ده أنا عايز يعني إيه يعني أحسم تردده بإن أقول له هتحمل معاك مثلا نص التكاليف، هديك منحة. لما رحت روسيا في مركز الوطني للترجمة قال لي مشكلتنا في روسيا دلوقتي إن احنا عندنا أدباء عايشين عظام، كله فاكر تولستوي وديستوفسكي لكن مين دلوقتي؟ وتشيكوف، لكن مين دلوقتي؟ صح. فإحنا عاملين منح لترجمة الأدباء المعاصرين الشباب. فاتفقنا معهم وخدنا منهم يعني دعم لنشر 5 روايات للأدباء الروس الشباب. فدي السكة اللي كل الناس بتسلكها، لازم يبقى عندها فلوس تحمس بيها الناشر الأجنبي على أنه يختار الكتاب ويسوقه في بلده.
انما اما زي ما قال الدكتور حسين هجيب الكتاب انا اللي هختاره وانا اللي هترجمه وانا اللي هطبعه واحطه في المخازن بتاعتي يبقى تقريبا بضحك على نفسي. انا بشكر حضراتكم يعني شكرا جزيلا ان امتعتونا في هذا الحوار الثري الحقيقه، ونستمر معكم في بحث على الملف. شكرا شكرا جزيلا نورتونا. طبعا دكتور مغيث مقرر لجنه الترجمه بالمجلس الاعلى للثقافه ورئيس مجلس قومي للترجمه سابقا، والدكتور حسين محمود عميد كليه اللغات والترجمه بجامعه عبد بدر ضمن طبعا مناصب كثيره سابقا. نورتونا وسعدت جدا بلقائكم. شكرا جزيلا. في النهايه مفيش امه تطلع قدام من غير حركه ترجمه ونقل الثقافه والعلوم واعاده تدوير الحكمه زي ما قال العرب قديما، وكان عندنا دار الحكمه. فمن الحكمه ان يكون لدينا ترجمه، لان في الترجمه وفي المعرفه دائما قوه. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره نشوفكم على الف خير والصحه والسلامه وحلقه جديده من 90 دقيقه.